دكتور، انا مش عارف هو كله سامع ولا لا، بس انا مش سامع حاجة يعني. ولا المايك احنا محطوط مفيش لمين؟ سامع. الدكتور لسه ما اتكلمش. هو الدكتور عامل ميوت اصلا؟ هو الدكتور هنا؟ الدكتور عامل ميوت اساسا. هو الدكتور موجود يا جدعان؟ اه يا جماعة، الدكتور موجود بس هو لسه ما بدأش. تمام، كده الصوت واصل؟ ايوه تمام يا دكتور، واصل يا دكتور. مهندسين، معلش انا كنت عامل ميوت للمايك ومش تمام واخد بالي. تمام طيب تعال، طيب اعتبروا ان انا ما قلتش حاجه، انا كنت بتكلم وفاكر ان انتوا سامعيني. طيب اقفلوا المايكات بقى وتعالوا معايا تاني. بقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا المحاضره الثانيه في ماده الاستاتيك. كنا احنا المحاضره اللي فاتت كنا اخدنا الفورس بس ان بلين، وقلنا ان الفورس ان بلين بيبقى ليها تو كومبوننت على الاكس وعلى الواي، وقلنا ان انا احتاج للفيكتور دوت اعرف الماجنتيود. ماجنتيود يعني الفاليو بتاعت الفيكتور دوت، والدايركشن قلنا كلمة دايركشن معناها انجل، والانجل دي بتبقى متقاسة من البوزيتيف هوريزونتال لاين. يعني انا لو رسمت هوريزونتال لاين كريفرنس اللي احنا في الماست بتاعنا بنسميه اكس اكسس، فالبوزيتيف بتاعه بتحرك منه الانجل اللي انا هجيبها عشان اجيب الدايركشن. وطبعا قلنا ان في فرق ما بين البوزيتيف انجل والنيجاتيف انجل. يعني انا لو قلت ان الفيكتور بتاعي بيعمل انجل مع الاكس اكسس بلس 30 غير لما اقول ماينس 30، لان لو بلس 30 يبقى انا هدور كاونتر كلوك وايز او عكس عقارب الساعه من موجب الاكس، ولو انا قلت نيجاتيف 30 يبقى انا هدور مع عقارب الساعه من البوزيتيف ايه، من البوزيتيف اكس. بعد كده اخدنا الريزلتنت اوف كونكرنت فورسز، وقلنا كلمه كونكرنت فورسز معناها ان هي شويه فورسز كده كلها بتعدي بوينت واحده، انترسيكتد ات وان بوينت. وقلنا ان الريزلتنت معناها ان انا اريبليس كل الفورسز ديت بسنجل فورس بس، سميناها resultant force واديناها رمز اف ار. خلي بالكم ان رمز الاف ار دوت ده ثابت معانا لحد اخر الكورس. لما اكتب اف ار كل الناس تفهم ان انا بتكلم على resultant force. resultant force يعني ايه؟ يعني فورس وحيده بتعمل الفانكشن بتاعت كل الفورسز اللي كانت موجوده. ان شاء الله في المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم على نفس الفورس فيكتور بس ان سبيس. ان سبيس يعني ايه؟ يعني اكس وواي وزد، وده بيتبلور تحت مسمى الكارتيزيان فيكتور. يعني نعرف يعني ايه كارتيزيان فيكتور، في شويه حاجات هنتعلمها النهارده. احنا جايين النهارده نتعلم ايه؟ جايين نتعلم الاوبجكتيفز بتاعتنا النهارده، جايين نتعلم شكل الكارتيزيان فيكتور. يعني انا لما اقول لك هات لي كارتيزيان فيكتور او المنظر ده اسمه ايه، فتقول لي المنظر ده اسمه كارتيزيان فيكتور. طب هو ايه شكل الكارتيزيان فيكتور؟ ازاي بيتكتب؟ هتعامل معاه ازاي؟ حساباته ايه؟ كل ده هنعرفه تحت عنوان الكارتيزيان فيكتور. الاوبجكتيف الثاني اللي عندنا هو ازاي اعمل ادنج. ادنج يعني اجمع شويه فيكتور. طبعا الادنج دوت اللي احنا بلورناه الحصه اللي فاتت في كلمه resultant. كلمة resultant يعني معناها هجيب single force equivalent. يعني ايه؟ يعني بتعمل نفس الفانكشن بتاعت الفورسز اللي كانت في step 1. ده تاني objective عندنا. تالت objective عندنا هو ازاي نجيب الفيكتور components. الفيكتورز components يعني انا عايز اشوف المكونات بتاعه الفيكتور. الفيكتور ده حاجه واحده صح كده؟ طيب الحاجه الواحده دي بتتكون من كذا حاجه تانية. ايه هم وشكلهم ازاي وهجيبهم ازاي وفي كام طريقه لايجاد الفيكتورز كومبوننت. احنا في الكورس بتاعنا عندنا 3 ميثودز من ايجاد الفورس كومبوننت او الفيكتور كومبوننت، هنستفيد فيها ان شاء الله النهارده بالشرح والامثله. هنفتكر مع بعض الدوت برودكت، هنفتكر مع بعض الدوت برودكت. اعتقد ان انتوا
اخدت الدوت برودكت في الماس او في كورسز قبل كده حتى في الثانويه العامه اللي الناس بتوع المدارس العربي بيقولوا عليه الضرب القياسي، الدوت برودكت اللي هو يكافئ بالعربي الضرب القياسي، بيعمل ايه، شكله ايه، فوائده ايه بالنسبه لنا كماده ستاتيك. طبعا هو ليه ابلكيشنز كتيره قوي كماس، بس انا باخد منه لان دي تول رياضيه كل ماده بتاخدها تستخدمها في حاجه عندها. فانت الدوت برودكت ده جايبه عندنا في الماده بتاعت الاستاتكس ليه؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده. الحاجه الخامسه والاخيره اللي هنتعلمها النهارده هي ازاي اعمل بروجكشن، ازاي اعمل بروجكشن اللي هو بالعربي يعني اجيب مسقط متجه يعني فيكتور، مسقط متجه على خط، او اجيب بروجكشن اوف فيكتور along ايه along لاين. ده كده هي كل الاوبجكتيفز اللي احنا عايزين نغطيها النهارده باذن الله، وان شاء الله الوقت يساعدنا ان احنا نغطيها. طيب اول اوبجكتيف عندنا هو الكارتيزيان فيكتور. تعالوا كده ندي جيومتريكال بريزنتيشن للكونسبت بتاع الكارتيزيان فيكتور. ايه اللي خلاني اقول الفيكتور ده اسمه كارتيزيان فيكتور او مش كارتيزيان فيكتور؟ قال لي ان انت لو عندك سبيس، لو عندك سبيس عبارة عن اوضة، تعالوا كده نتخيل ان احنا قاعدين في اوضة، الاوضة ديت ليها كم حيطة؟ الاوضة ديت ليها 6 حيطان. الاوضة ليها 6 حيطان، ايه هما الست حيطان دول؟ قال لي الاربع حيطان اللي محاوطيني قدامي وورايا ويميني وشمالي. طب وفين الحيطان التانية؟ انت قلت 6 ودول 4. قال لي ما هو السقف يعتبر حيطة والارض تعتبر حيطة. واحد تاني قال لي الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، دول مش 6 حيطان اللي في الأوضة، دول 3 حيطان بس. طب ليه هما 3 حيطان؟ ده انا لسه عددهم دلوقتي معاكم كانوا 6، ايه اللي خلاك دلوقتي تقول ان هما 3 حيطان؟ قال لي اصل السقف والارض يعتبروا حيطة واحدة، كل الحيطان اللي بارلل لبعضها بنعتبرها حيطة واحدة. الحيطة اللي على يميني والحيطة اللي على شمالي هي حيطة واحدة بس بارلل لبعضها. الحيطة اللي قدامي والحيطة اللي ورايا دي تعتبر حيطة واحدة بس برضو ايه بارلل لبعضها. يبقى احنا اختصرنا السبيس. احنا طبعا دلوقتي عشان الناس اللي بترجع للكتاب تشوف احنا بنشرح ايه، احنا دلوقتي في البوينت اللي هي 2.5 اللي هي اسمها كارتيزيان فيكتور، ده السب تايتل بتاع اللي احنا نتحرك دلوقتي جواه. طيب فين بقى الحيطان اللي انت بتقول عليها؟ قال لي اهو ادي حيطه، تعالوا كده نعمل كده كانها حيطه، وهنا اللي هي حيطه تانية اللي هي تمثل الارض بتاعتنا، والحيطه الثالثه اللي هي موجوده هنا 3D. 3D طبعا كارتيزيان فيكتور. احنا موضوعنا النهارده ان سبيس، ممكن نقول ان سبيس، ممكن نقول ايه 3 دايمنشن، يبقى الاثنين نفس المعنى، ان انا اقول 3 ان سبيس او ان اقول ايه 3 دايمنشن او اختصارا دكتور. ولا الصوت بيقطع شويه. قالوا ايه بقى؟ قالوا ان النقطه الصوت بيقطع شويه. طب انا هكلم بالراحه عشان أيوة. القطع ده ايه يروح ويجي يروح ويجي. لو سمحت دكتور اعمل لنا ميوت. الصوت واضح. ها الصوت كده واضح شويه؟ هو واضح على ايوه تمام كده. اه كده تمام تمام يا دكتور. طيب حاضر حاضر، انا هحاول كمان ابطئ لهجه الشرح عشان حتى ايه يعني اواكب الانترنت يعني، معلش. طيب تعالوا كده نرجع تاني للي احنا كنا بنقوله. هي فعلا بيقول لي باد نتورك كواليتي، فطبيعي ان الاشاره تبقى ايه ضعيفه. طيب انا بقول ايه؟ بقول اللاين ده، اللاين ده كده قالوا هنسميه اكس، واللاين ده قالوا هنسميه واي، واللاين ده قالوا هنسميه زد. اللاين اللي هو اكس ده بيفصل ما بين السبيس اللي على الارض اللي انا بشاور عليه دلوقتي والسبيس اللي على الحيطه ديت. بالنسبه للواي ده لاين
يفصل ما بين السبيس اللي على الارض والذا لاين بيفصل ما بين الحيطه اللي على الشمال والحيطه اللي على اليمين. طيب انا عايز اوصل من الاوريجين، عايز اوصل للمكان ده، يبقى ده كده الاوريجين ودي هنا نقطه مثلا ولتكن نقطه A. النقطه دي في الهواء على فكره، على الحيطه ولا حاجه. همشي ازاي؟ قال لي هتمشي شويه على الاكس، هتمشي شويه على الاكس، اهو مشيت شويه على الاكس. قال لي وبعد كده هتمشي شويه على الواي، اهو مشي شويه على الواي. بعد كده هطلع على الزد. هطلع على مين؟ مشي شويه ومشي شويه على الوار واي. طبعا مشي شويه دي اما بارلل لللاين، يعني شايفين الخط الازرق الاولاني ده منطبق على الاكس اهو، كونسايد مع الاكس. الخط ده بارلل للواي والخط ده بارلل لمين؟ للزد. قمنا وصلنا لللوكيشن، بس انا مش عايز امشي كده. قال لي ده انا عايز امشي من الارجن لحد البوينت ايه على طول. عايز من الاورجين لحد البوينت ايه، هتلاقي ايه الخط اللي مرسوم هو ده الفورس او الفيكتور المباشر. دكتور الصوت بيقطع بطريقه يعني صعبه قوي، صوتها صعبه. طب عشان احاول كده افتح من الموبايل جايز سيجنال الموبايل تكون احسن. لحظه كده، هو يا دكتور اعمل ميوت لينا كلنا، اعمل ميوت لنا كلنا عشان ده هنتعذب من هنتعذب من الانترنت بصراحه. استنوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد كده الصوت هيبقى احسن. مش مهندسين، هو ممكن يبقى في ضغط لو كله ممكن يتكلم. صوت احسن. تمام، انا عمي بس ميوت اصلا. اعمل لكم ميوت، ما انا عايزكم برضه تمام. صوت حضرتك واضح. استنى اعمل لك، ممكن حضرتك تخلي واحد او اثنين بريزنت بعد اذنك، بلاش موضوع الميوت ده، بحيث ان لو في حد عايز ممكن حضرتك تعمل. بس يا جدعان ما فيش حد كان بيتكلم والدنيا كانت كويسه. حضرتك تعمل لنا ميوت وتسيب احمد عويس. بص يا شباب، لو الصوت حصل له حاجه، انا دلوقتي عملت لكم كلكم ان ميوت، لان انا مش عارف اعمل لواحد بعينه يعني اسلكت الاوبشن ده لسه، انا ما اعرفوش شخصيا. فلو في كومنت بس على حته الساوند ممكن تكتبه في التايبنج اللي ظهر قدامكم دلوقتي للشات بتاع الميتنج، اكتب لي بس ايه السيجنال، الساوند سيجنال از باد مثلا او ساوند سيجنال از كذا. خلاص، غير كده اعتقد ان ايه لو في اسئله زي ما احنا تعاملنا ان شاء الله المحاضره اللي فاتت هن ايه هنعمل ده. فتعالوا تاني نقول بقى ايه، نقول ان احنا مش معلش المحاضره يعني ايه حصل فيها ديستربنس بسبب السيجنال، بس تاني انا بقول ان انا عايز اتحرك من الاورجن لبوينت ايه، فمشيت شويه على الاكس بالخط الازرق ده ومشيت بارلل للواي وطلعت ايه بارلل للزد. طب بعد كده انت لفيت لفه طويله قوي، ما انت اهو من الاورجن مشيت للايه بالخط الاحمر على طول. يبقى واضح ان في طريقين للوصول من O ل A، في طريقين للوصول من نقطه O لنقطه A. يا اما امشي عن طريق الخط الاحمر دوت طريق مباشر، يا اما الف عن طريق الاكسيز، اسمهم بقى اكسيز X و Y و Z. فهلاقي ايه؟ هلاقي ان الخط هو اف اكس فيكتور، يعني عباره عن فورس كده صغيره كانت على الاكس بس. الخط ده هو فورس او فيكتور بارلل للواي، يبقى اف واي.
التالت ده هو فورس بارالل للزد او فيكتور بارالل للزد، يبقى اسمه ايه؟ اسمه اف زد فيكتور. هتلاقوا ان انا من الاو للاي رسمت شكل مغلق، بصوا كده تابعوا معايا، من الاو للاي على الخط اللي بالازرق هتلاقوا ان انا ماشي في اتجاه معين اهو، ماشي كاونتر كلوكوايز، اف اكس بعدها اف واي بعدها اف زد. طب ومن الاو للاي مشيت بالخط الاحمر ايه؟ عكسهم، يعني معنى كده ان الخط الاحمر بيساوي مجموع الخطوط اللي بالازرق. طب الكلام ده يتكتب ازاي؟ يتكتب كده، يتكتب ان الاف بتساوي الاف اكس فيكتور بلس الاف واي فيكتور بلس الاف زد فيكتور. يبقى انا كده كتبت الفيكتور اف بدلاله 3 فيكتورز تانيين، كتبت الفورس فيكتور بدلاله ايه؟ 3 فورس فيكتورز تانيين. بس احنا عارفين ان اي فيكتور ليه فاليو وليه دايركشن، ليه فاليو وليه ايه؟ دايركشن. جم الناس قالوا ان الدايركشن دوت، ان الدايركشن ده هنديله رمز. الرمز ده عباره عن ايه؟ قالوا ان اي حد ماشي على الاكس اكسس هنديله علامه، العلامه ديت اسمها اي كاب. العلامه ديت اسمها ايه؟ اسمها اي كاب. يبقى انا لو لقيت رقم مضروب في الاي هعرف ان الرقم دوت يا اما منطبق على الاكس يا اما بارلل للاكس. طبعا ممكن يكون بلس اي يعني رايح لبوزيتيف الاكس، او ممكن يكون ماينس اي يعني ماشي عكس الاكس. ده بالنسبه لمين؟ لليونت فيكتور اي. بالنسبه للواي ادوله يونت فيكتور تاني وسموه جي كاب. ايه يا سيدي الجي كاب ده؟ ده زي الاي بس لمين؟ بس للواي. يعني لما انا اقول 5 جي يبقى ده 5 بارلل او كونسايد مع الواي، وطبعا البلس والماينس بيحدد السنس بتاع الفيكتور. تالت حاجه هو الزد، قال لي ان الزد هنديله يونت فيكتور اسمه كي. يبقى اليونت فيكتور ده واضح ان هو، طبعا احنا نتكلم عن اليونت فيكتور كمان شويه بالتفصيل، بس خلونا كده نقول ان اليونت فيكتور هي علامه ما بتغيرش في الفاليو، لكن بتقول لي الرقم ده رايح فين. 5 اي غير 5 جي غير 5 ايه غير 5 كي. ده هيخلينا نعمل ايه؟ ده هيخلينا نكتب الفورسز ديت بشكل مختلف. يعني بالنسبه للاف اكس ده هيبقى عباره عن اف اكس بس ايه؟ مضروب في الاي. ما احنا لسه قايلين ان اي حاجه تتكتب في الاي تبقى معناها ايه؟ فيكتور اف اكس ايه؟ اس اف اكس فيكتور. كذلك الاف واي هيبقى عباره عن رقم مضروب في الجي، والاف زد فيكتور ده هيبقى عباره عن رقم بس مضروب في مين؟ مضروب في الكي. من هنا نقدر نقول ان الاف فيكتور بتاعنا بقى عباره عن الاف اكس مضروب في الاي زائد الاف واي مضروب في الجي زائد الاف زد مضروب في مين؟ مضروب في الكي. ايه المنظر اللي انا جبته ده؟ المنظر اللي انا جبته ده اسمه كارتيزيان فورم او كارتيزيان فيكتور. يبقى انا هنا قدرت كارتيزيان فورم او كارتيزيان فيكتور، يبقى انا هنا قدرت اعبر عن اي فورس في السبيس بدلاله 3 فورسز تانيين، واحد على الاكس واحد على الواي واحد على مين؟ واحد على الزد. يبقى معنى كده ان انا عشان اروح من لوكيشن في السبيس للوكيشن تاني في السبيس عندي لحد دلوقتي 2 ميثودز، والميثودز ديت هتوصلني لنفس النتيجة. عشان كده حطيت علامة ايه؟ عشان كده حطيت علامة ايكوال. علامة ايكوال معناها ان اللي شمال الايكوال واللي يمين الايكوال بيعمل نفس الفانكشن، وهو ايه؟ وهو ان انا عايز اوصل من نقطة او اوصل لنقطة مين؟ لنقطة ايه.
الوصول ممكن يكون عن طريق الخط الأحمر اللي احنا اديناه له رمز F فيكتور أو عن طريق الخطوط الزرقاء، ودول كانوا ثلاث أشخاص كل واحد بارلل لإيه؟ للاين معين، هما الـ X والـ Y والـ Z. يبقى أنا هنا قدرت أجيب الفورس فيكتور بدلالة لغة جديدة. اللغة الجديدة دي اسمها إيه؟ اسمها كارتيزيان فيكتور. طيب تعالوا نشوف المسميات عشان لما تسأل أعرف أجاوب. الـ Fx والـ Fy والـ Fz اسمهم إيه؟ قال اسمهم فيكتور كومبوننتس. يبقى الـ Fx والـ Fy والـ Fz دول اسمهم فيكتور، فيكتورز إيه؟ فيكتورز كومبوننتس، يعني ديت الكومبوننتس بتاعت الفورس فيكتور. يبقى أنا لما أقول لك فيكتور كذا هات لي الكومبوننت، يبقى انا بقول لك هات لي مين؟ هات لي الاف اكس وهات لي الاف واي وهات لي الاف زد. طيب هل في عمليات حسابيه محتاج اعرفها خاصه بالمنظر ده؟ قال لي اه. ازاي؟ قال لي محتاجين منك تعرف تحسب الماجنيتيود. ايه الماجنيتيود ديت؟ الماجنيتيود معناها فاليو، والفاليو على الجيومتري معناها لينث. يعني هو بيقول لي لو انا اديتك طول الخط الازرق على الاكس وطول الخط الازرق على الواي وطول الخط الازرق على زد، تعرف تجيب طول الخط الاحمر؟ طول الخط الاحمر ده اسمه الماجنيتيود بتاعه الفيكتور. بدون الدخول في تفاصيل جيومتري اقدر اقول لك ان الماجنيتيود بتاعه الفيكتور، ان انا اكتب رمز الفيكتور فاضي كده او اكتب الفيكتور بالسهم بتاعه بس احطه جوه مضلص، الاثنين نفس المعنى، بتساوي ايه؟ بتساوي كومبوننت الاكس سكوير زائد كومبوننت الواي سكوير زائد كومبوننت الزد سكوير، كل ده تحت الايه؟ تحت الروت. ومحدش يقول لي يا دكتور بلس اور ماينس، احنا حسبنا قصه بلس اور ماينس ديت، هنا مفيش بلس اور ماينس لان ديت ايه؟ لان ديت سكيلر كوانتيتي، والسكيلر كوانتيتي ما فيهاش بلس اور ماينس. طيب في حاجه تانية ممكن احسبها؟ قال لي اه. قال لي ايه؟ قلت له محتاج تحسب كمان الدايركشن. بنسميها بقى الدايركشن؟ لا، بنسميها الدايركشنال انجلز. الدايركشنال انجلز، والدايركشنال انجلز ديت هي بالترتيب كده، بصوا احنا بنقول ايه؟ اكس واي زد. فانا هقول هنا ايه بقى؟ الفا وبيتا وجاما. مين دول؟ طب كويس قوي، الخط الاحمر ده في السبيس والخط الازرق ده على الارض، في انجل ما بين الخط الاحمر بتاع الفورس والخط الازرق بتاع الاف اكس. بص شايفين اللي انا بشاور عليه دلوقتي؟ دي انجل اهي. الانجل دي هنديها رمز الفا. الالفا ديت هي ايه؟ هي الزاويه بالعربي اهو، هي الزاويه اللي همشيها من موجب اكس لحد ما اوصل لمكان الفورس. الالفا هي الزاويه، ركزوا في الكلام، الالفا هي الزاويه اللي همشيها من بوزيتيف اكس، همشي لحد ما اوصل لمين؟ لمكان الفورس الاصليه. طب ولو انا مشيت من بوزيتيف الواي لحد ما اوصل للفورس همشي قد ايه؟ قال لي هتمشي زاويه اسمها بيتا. يبقى انا همشي من بوزيتيف اكس لحد الفورس زاويه اسمها الفا، وهمشي من بوزيتيف الواي لحد الفورس زاويه اسمها ايه؟ اسمها بيتا. طب من بوزيتيف الزد همشي لحد مكان الفورس همشي زاويه كام؟ قال لي همشي زاويه جاما. يبقى اكس وواي وزد، الفا وبيتا وجاما. طيب بحسبهم ازاي؟ بحسب الالفا والبيتا والجاما ازاي؟ قال لي ان كوساين الفا عباره عن كومبوننت الاكس divided by magnitude الفورس. الكوساين بيتا عبارة عن magnitude الفورس
في الواي على ماجنيتيود الفورس الكلي، والجاما كوزاين جاما هتبقى الاف زد ديفايدد باي مين، ديفايدد باي ماجنيتيود الفورس. الكلام ده جه منين؟ ليه اثباتات لو قلتها هنخش في تفاصيل رياضيه احنا في غنى عنها دلوقتي، لو احتجت اسالكم عنها هبدا استفيد فيها. بس اللي عايزكم تعرفوه ان احنا لو اخذنا الكوزاين الفا وعملنا لها سكوارد، واخذنا الكوزاين بيتا وعملنا لها سكوارد، واخذنا الكوزاين جاما وعملنا لها سكوارد، الثلاثه دول هيدوني كام؟ هيدوني 1. هيدوني ايه؟ 1 مهما كانت الفاليوز بتاعه الاكس وبتاعه الواي وبتاعه مين وبتاعه الزد. وده بنعمل فيه تشيك، واحد يقول لي انا عملت فورس، الفورس ديت كانت بتعمل مع الاكس زاويه 30 وبتعمل مع الواي زاويه 60 وبتعمل مع الزد زاويه 90، اعرف منين اذا كان بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط؟ اطبق الرول بتاع الكوزاين سكوارد 30، كوزاين سكوارد 60، كوزاين سكوارد 90، وابدا اشوف كلامه صح ولا كلامه غلط. لان طبعا لو انا عايز اسقط كلامي دوت على التو دايمنشن عشان تتخيلوه، لو انا جيت قلت لكم ان ده الاكس وده الواي، وجيت قلت لكم في فورس اهي، والفورس دي بتعمل مع الاكس زاويه 30 وبتعمل مع الواي زاويه 70، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا الكلام ده غلط، لان لازم يكون مجموع الانجل اللي مع الاكس زائد الانجل اللي مع الواي مجموعهم كام؟ مجموعهم 90، و30 زائد 70 مش 90، يبقى اكيد اللي انت بتتكلمه ده ايه؟ اكيد اللي بتتكلمه ده هو كلام غلط. يعني معنى كده، يعني معنى كده الفورس، او مش الفورس بقى، الفيكتور لو كان ان بلين، الفيكتور لو كان ايه؟ لو كان ان بلين، البلين ده ممكن يكون مين؟ ممكن يكون اكس واي، البلين ده ممكن يكون اكس ايه؟ اكس زد، البلين ده ممكن يكون مين؟ واي زد. لو كان البلين اكس واي، يعني معنى كده ان هو عامل جاما بتساوي 90 درجه، مش هو على الارض، يبقى عامل مع الزد زاويه كام؟ زاويه 90، والزاويه مع الزد اسمها جاما. لو كان هو واي زد بلين، معناه ان هو عامل مع الواي 90، يعني معنى كده ان البيتا بتساوي 90 ايه؟ 90 درجه. لما اقول ان الفورس بتاعتي في الواي زد بلين، معنى كده ان هو عامل مع الاكس زاويه 90 درجه. ركزوا في الترجمه دي، ركزوا في الترجمه ديت، لان احنا هنحتاجها بعد كده في توبكس كتيره. يبقى انا لما اقول فيكتور امين هتسالني انهي بلين، لان كل بلين وليه المعنى بتاعه، وكل بلين وليه الترجمه بتاعته. طب هل في ترجمه تانية؟ قال لي اه في ترجمه تانية. لما تكون الجاما ب 90 وانت على الارض اكس واي، معنى كده ان الالفا زائد البيتا لازم يساوي 90 درجه. ده اللي احنا كنا بنقوله في الرسمه دي دلوقتي اهو، ما ينفعش تبقى 30 و70، لازم تبقى 30 و60، لازم تبقى 40 و50، لازم تبقى 20 وايه و70، لازم يبقى مجموع الزاويتين مع الاكس والواي مجموعهم ايه؟ 90 درجه. الناس اللي متابعه معايا متوقعه انا هكتب ايه؟ متوقعه ان انا في السطر ده هقول ان الالفا زائد الجاما بتساوي 90، متوقعه ان انا مع السطر ده هقول ايه؟ هقول بيتا زائد جاما بتساوي ايه؟ بتساوي 90 درجه. طيب لو انا، يبقى دي هي اسمها القيود، الكونسترينز اللي موجوده في ايه؟ اللي موجوده في البلين. طب لو انا قلت فيكتور ان سبيس، لو انا قلت فيكتور ان سبيس، فيكتور ان سبيس معناها ايه؟ معناها اكس وواي وزد. طب ايه القيود اللي بتحكمك؟ هل القيود ان الالفا زائد البيتا زائد الجاما بيساوي 360 درجه مثلا؟ لا طبعا، ده الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط جدا، الكلام ده ايه؟ غلط جدا. امال ايه الكلام الصح؟ الكلام الصح ان الكونسترينز اللي بتحكمني ان كوزاين الفا الكل سكوارد زائد الكوزاين بيتا الكل سكوارد زائد الكوزاين جاما الكل سكوارد ايكوال ايه؟
equal 1. وخلي بالكم القاعدة اللي هقولها، انا قفلت الاشارة بتاعت الواي فاي، قلت جايز الواي فاي مشكلة وفتحت الموبايل، انا فاعمل ايه والله يا باشمهندسين، بس هو حظنا النهاردة كده. فاقول تاني، اقول تاني، حاضر اقول تاني، بقول انتوا بعتولي دلوقتي بتقولين ان الاشارة بتاعت الصوت مش واضحة شوية، طبعا ده عيب نت اكيد، بس انا بقول ان بسم الله الرحمن الرحيم، ان الفيكتور ان بلين ليه كونسترينز، والفيكتور ان سبيس ليه كونسترينز تانية. هنا هيبقى كوزين الفا الكل سكوارد، كوزين بيتا الكل سكوارد، كوزين جاما الكل سكوارد، لازم يكونوا ايكوال كام؟ لازم يكونوا ايكوال 1. يبقى الكونسترينز بتاعت السبيس تختلف عن الكونسترينز بتاعت مين؟ بتاعت البلين. بس انا عايز اقول لكم معلومة مهمة جدا، القاعدة او القانون اللي اقوله في حالة السبيس ينفع يتطبق على البلين. القانون او القاعدة اللي اقولها لمسألة سبيس ينفع تتطبق على البلين، لكن القاعدة اللي تتقال في البلين مش شرط ينفع تتطبق في السبيس. يبقى اي قاعدة سبيس ينفع تتطبق على البلين، لكن اي قاعدة بلين مش شرط انها ينفع تتطبق على السبيس. ليه بقول كده؟ بقول كده عشان لازم تعرفوا ان كوزين سكويرد الفا، كوزين سكويرد بيتا، كوزين سكويرد جاما تنفع للتو دايمنشن، وتنفع كمان للايه؟ للثري دايمنشنز. طيب نرجع تاني للصفحة بتاعتنا. اخر حاجة احنا عايزين نتعلمها في الجزء ده، حاجة التالتة، هو اليونت فيكتور. اليونت ايه؟ اليونت فيكتور. هندي اليونت فيكتور رمز يو، هندي اليونت فيكتور رمز يو. ايه اليونت فيكتور ده؟ قال اليونت فيكتور ده، اليونت فيكتور ده هو فيكتور، بس اليونت فيكتور هو فيكتور، بس فيكتور بيتميز بايه بقى؟ اوف ماجنيتيود ايكوال 1. بس هو ده الحاجه الوحيده اللي بتميز اليونت فيكتور، ان الفاليو بتاعته بكام؟ ب1. طب كويس، قال لي ان اليونت فيكتور ده، اليونت فيكتور ده ممكن يبقى اي. في الحالة دي هبقى بارلل للإكس أكسس. اليونت فيكتور ده هيبقى جي. في الحالة دي هبقى أنا إيه؟ بارلل للواي أكسس. الحالة التالتة إن اليونت فيكتور ده يبقى هو كي. في الحالة دي هبقى أنا إيه؟ بارلل للزد أكسس. ركزوا بالله عليكم في الكلام اللي بقول. يبقى اليونت فيكتور ده هيبقى ليه اسماء مختلفة. هيبقى اليونت فيكتور هو الاي في مرة، هيبقى الجي في مرة، هيبقى الكي في مرة تانية. لو كان اليونت فيكتور هو الاي في الحالة دي تبقى الفورس بتاعتي بارلل للاكس، لو كان هو الجي هتبقى بارلل للواي، لو كان هو الكي هتبقى بارلل للزد. طبعا السؤال هيطلع في ذهننا دلوقتي، يا دكتور معلش يعني هو دايما الفورس بارلل للاكس او الواي والزد؟ طبعا لا، ده الرسمه هي قدامنا. يعني انا شايف ان الفورس او الفيكتور اللي من الاو للاي لا هو بارلل للاكس ولا بارلل للواي ولا بارلل للزد. في الحاله دي هتعامل ازاي؟ دلوقتي انت قلت لي ان الوان بيساوي ايه؟ بيساوي variable divided على ايه؟ على same variable، صح ولا انا غلطان؟ لو انا عايز الخمسة تبقى 1 اقسم على 5، لو عايز المية تبقى 1 اقسم على 100، يبقى واضح ان variable لما اقسمه على نفسه يديني 1. من هنا اليونت فيكتور
هيساوي الفيكتور مقسوم على ايه؟ الفيكتور ماجنيتيود. الفيكتور ماجنيتيود يعني الكلام ده قال لي يعني اليونت فيكتور بتاعك بيساوي الفورس فيكتور مقسوم على الفورس فاليو. طب ليه هنا ما قسمتش الفورس فيكتور على الفورس فيكتور؟ قال لي لا. طب ليه لا؟ اقول لك لان انا عايز بس اخلي الماجنيتيود هي اللي بوان، فعشان كده قسمت على الماجنيتيود. طب ما تيجي نفك ما تيجي نفك القانون ده. لو فكيت القانون ده ان فوق بقول اف اكس في اتجاه الاي، اف واي في اتجاه الجي، اف زد في اتجاه الكي، كل الكلام ده divided by magnitude. طب ما تيجوا نقسم اكتر، هيبقى اف اكس على اف، كل ده مضروب في الاي، انا وزعت الاسم اهو، زائد الاف واي على الماجنتيود جي، زائد الاف زد على الماجنتيود ده في اتجاه الكي. واحد يقول لي يا دكتور ايه ده، انا افتكرت حاجه. افتكرت ايه؟ قال انا افتكرت ان ده، انت لسه من شويه قايل ان ده على ده الكوساين الفا. اقول له تمام. قال لي وده على ده، انت لسه قايل من شويه ان هو الكوساين بيتا. قال له تمام. طب والتالت ده ايه؟ قال لي ده كوساين جاما. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان اليونت فيكتور ممكن اجيبه بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان اقول ان اليونت فيكتور عباره عن الفيكتور ديفايدد باي الفاليو بتاعته ماجنيتيود، او ان اقول ان اليونت فيكتور عباره عن كوساين الفا في اتجاه الاي بلس كوساين بيتا في اتجاه الجي، بعد كده بلس كوساين جاما في اتجاه الكي. بصوا كده، انا لسه بقول لكم من اليونت فيكتور، لو انا جبت ماجنيتيود اليونت فيكتور تطلع بكام؟ لازم تطلع بايه؟ لازم تطلع ب1، ده شرط لليونت فيكتور. طب ما تعال، هو انا لو مسكت كومبوننت الاي بتاع الفيكتور ده زائد كومبوننت الجي زائد كومبوننت الكي كل سكوير تديني كام؟ لسه كاتبينها من شويه فوق اهي، لسه من قلنا بتساوي كام؟ بتساوي 1. طب لو انا مسكت اف اكس على اف سكوير زائد اف واي على اف سكوير زائد اف زد على اف سكوير، برضه هتديني ايه؟ هتديني اف سكوير على اف سكوير، يعني تديني 1 برضه. معنى كده فعلا ان القاعده دي قاعده صحيحه، ان امسك الفيكتور واقسمه على نفسه كماجنيتيود هيديني متجه اسمه ايه؟ اسمه يونت فيكتور. طب ده كحسابات، كجيومتري شكله عامل ازاي؟ قال كجيومتري انت قلت ان ده الاكس وده الواي وده الزد، وجيت قلت لي ان الاي هو يونت فيكتور على الاكس، وقلت لي ان الجي هو يونت فيكتور على الواي، وقلت لي ان الكي هو يونت فيكتور على الزد. طيب الفيكتور ده، الفيكتور اللي انا رسمته دلوقتي ده نديله رمز ايه؟ يو. طب اليو دوت موجود في تعريفاتنا؟ قال لي لا مش موجود. قال لي طب ما يعني ما ينفعش نقول يو؟ قال لي لا ما ينفعش تقول يو. اما اقول ايه؟ قال لي ان اي يونت فيكتور غير الاي والجي والكي بنكونه من الاي والجي والكي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاي بواحد والجي بواحد والكي بواحد، طب واليو بكام؟ برضو بواحد. فقال لي الواحد بتاع اليو ده هناخد ايه؟ ربع من الاي على ربع من الجي على نص من الكي. في مسألة تانية ناخد تلت من الاي وتلت من الجي وتلت من الكي. يعني معنى كده ان اليونت فيكتور اللي هو يو ده هيبقى عبارة عن حتة من الاي
على حتة من الجي على حتة من الكي، بس لما جمع الثلاث حتة دول يدوني كام؟ يدوني برضو 1. ادينا مثال على الكلام ده، كلام النظري كده قوي واحنا تهنا منك. تعالوا نشوف مثال. جيت قلت لكم في فورس كانت عبارة عن 3i ماينس 4j زائد 5k. نعرف نرسمها؟ تعالوا كده نشوف ماتري التخيل الجيومتري بتاعنا اهو. ادي اكس وادي واي وادي زد اهو. يلا بينا. 3i يعني مشيت على الاكس في البوزيتيف 3. طب وماينس 4j معناها ان انا مشيت ازاي؟ شايفين الواي اهو بارلل واي اهو. طب امشي مع بوزيتيف الواي ولا مع نيجاتيف الواي؟ لا مع نيجاتيف الواي اهو اهو. امشي قد ايه؟ قال لي امشي 4. فاكرين لما نيجي للجيومتري ما نكتبش ارقام بالنيجاتيف، اكتبها دايما بالايه؟ دايما بالبوزيتيف. طب انت دلوقتي هنا الزد بقى، الزد ده بقى ارسمه طالع لفوق ولا نازل لتحت؟ والله انت كاتب هنا بلس 5، يبقى انت هترسم السهم ايه؟ لفوق وتكتب 5. وصلت فين؟ وصلت للمكان ده. يبقى انا من الاوريجن مشيت 3 لحد ما وصلت هنا، رجعت عكس الواي 4 وطلعت مع الزد كام؟ 5. يبقى فين الفورس نفسها؟ ادي الفورس نفسها اهي اهو، ادي الايه؟ ادي الفورس نفسها اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى ده كده التخيل بتاع القصة. طيب عايز تحسب ايه؟ find 1 magnitude، 2 هات لنا direction، 3 هات لي unit vector. يبقى دول كده الثلاث طلبات اللي انا عايزهم منك. هات لي ماجنيتيود وهات لي دايركشن وهات لي يونت فيكتور. الحل اول ستيب عندنا في الحل ريد ذا فيكتور. طبعا دي خطوه بديهيه عندنا كلنا، بس ايه بنحاول نفصل على قد ما نقدر. يعني ايه ريد ذا فيكتور دي؟ قال لي يعني انت لو بصيت للفيكتور اللي انا مديه لك في المساله، كل الناس هتعرف ان فاليو الاكس، فاليو الاكس بتساوي 3، وفاليو الواي بتساوي نيجاتيف 4، وفاليو الزد بتساوي بلس 5. تمام. الخطوه الثانيه ابلاي ذا رول. ابلاي ايه؟ ذا رول. انهي رول؟ قال لي اول حاجه انت عايز تجيب ماجنيتيود. ماجنيتيود يعني ايه؟ يعني الفورس بدون السهم بتاعه. طب ليها رول؟ عباره عن اف اكس الكل سكوارد اف واي الكل سكوارد اف زد الكل سكوارد، وكل ده تحت الروت. طب ما تيجي نعمل دايركت سبستيتيوشن بقى. هقول له ايه؟ هقول له يبقى 3 الكل سكوارد بلس نيجاتيف 4 الكل سكوارد بلس 5 الكل سكوارد، كل ده تحت الايه؟ تحت الروت. طبعا خلي بالكم نيجاتيف 4 كنت ممكن ما اكتبش النيجاتيف ديت، لان السكوير هيعمل ايه؟ هيطيرها. طبعا دي لو حطيتها كده على الكالكيتر تطلع لي 5 روت 2. لو كانت اليونت بتاعتي هي نيوتن، يبقى اليونت بتاعتي برضو هنا ايه؟ هي نفس النيوتن. الغلطات المشهورة عندنا 3 سكوارد ماينس 4 سكوارد بلس 5 سكوارد تحت الروت. طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط. اوعى تاخد الماينس معاك، لازم هنا ايه؟ تراعي ان الماينس طار باني عملت سكوير للكومبوننت. طب دي اول حاجة. تاني حاجة انت عايز تعرف ايه؟ قال لي عايز اعرف الدايركشن. طب يلا بينا للدايركشن. اول حاجة هنحسب الالفا. كوزين الفا هو الاف اكس على الماجنيتيود. الاف اكس بكام؟ بثري.
والماجنيتيود بكام؟ الماجنيتيود ب 5√2. طب ما خلاص يبقى معنى كده ان الالفا بتاعتك هي كوساين ماينس 1 اللي على الكالكوليتر شيفت كوساين يعني 3 على 5√2. طب عايزين كمان نحسب مين؟ عايزين نحسب البيتا، يبقى كوساين بيتا هتساوي الاف واي على الماجنيتيود. الاف واي بكام؟ الاف واي بنيجاتيف 4 على الماجنيتيود اللي جبت مين؟ جبت البيتا. في كالكوليتر حديثه بتحس بالماينس ده، وفي كالكوليتر قديمه زي اللي معايا ما بيحسش بالماينس ده. فلو كالكوليتر بتاعك بيحس بالماينس هتعمل شيفت كوزاين وخلصنا، لكن لو كالكوليتر بتاعك ما بيحسش بالماينس لازم تعمل تحويله كده. التحويله دي عباره عن ايه؟ تقول 180 ماينس شيفت كوزاين 4 على 5√2. التحويله ديت ممكن بعض الناس ما تكونش فاهمها، نخليها من ضمن الاسئله اللي في اخر المحاضره، بس انا هقولها كده بس سريعا. ان انا لو عندي احد الكومبوننتس ماينس، فالكالكوليتر بتاعي حاجه من الاثنين، يا اما فاهم الماينس، في كالكوليترز دلوقتي بتفهم ان في ماينس 4 فبيجيب الانجل اللي مكمله الانجل بتاعتي. فاكرين كنا بنقول بنمشي من بوزيتيف اكس او نيجاتيف اكس، بوزيتيف واي او نيجاتيف واي. فلو كانت في كومبوننت ماينس والكالكوليتر بتاعك مش فاهم الماينس، تقول 180 ماينس ايه شيفت كوزاين. بصوا هتلاحظوا ايه ان ايه الفرق ما بين السطر ده والسطر ده، ان انا هنا كان في ماينس، بصوا هنا في ايه؟ مفيش ماينس اهي، شلت الماينس. يبقى شيلك للماينس يخلي لك تقول 180 ماينس ايه شيفت كوزاين. تفصيل الكلام ده خلوه لاخر المحاضره من ضمن الاسئله بتاعتنا اللي اكيد ظهرت في دماغكم دلوقتي، عشان لو استفدت فيها هاخدكم في مكان تاني مش وقته خالص دلوقتي. طيب الكومبوننت التالت او الانجل الثالثه هو كوزاين جاما. كوزاين جاما هي الاف زد على الاف ماجنيتيود، والاف زد عندي ب 5 على 5√2. يبقى من هنا جبت مين؟ جبت الجاما، هتبقى شيفت كوزاين 5 على 5√2. طبعا انا شايف ان دي محفوظه اهي، نطير ال 5 مع ال 5، واضح ان الانجل ديت 45 ديجري. يبقى احنا كده عرفنا ان الانجل اللي عاملها مع الزد 45. طبعا دول هنمسك الكالكوليتر وهنحسب الايه، وهنحسب الانجلز ديت برضو هي كمان بكام. الريكوارد الثالث وهو اليونت فيكتور، وعايز اعرف اليونت فيكتور اللي هو اليو كاب. اليونت فيكتور احنا قلنا ان ليه قانونين، والقانونين يوصلوني لنفس النتيجه. القانون الاولاني ان انا اقول ان اليونت فيكتور هو الفيكتور ديفايدد باي الماجنيتيود. الفيكتور اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن 3i ماينس 4j بلس 5k، كل دول ديفايدد باي 5√2. يبقى ده كده مين؟ ده كده اليونت فيكتور. ممكن كده ممكن برضو هقبله منكم ان انتوا تكتبوه بالمنظر ده، 3 ونيجاتيف 4 و5 ديفايدد باي 5√2. الصوره ديت اكسبتد عندي، والصوره دي كمان ايه، والصوره دي كمان اكسبتد. يعني انا بشيل الاي والجي والكي واحط ايه، واحط الكوما تفصل ما بين الارقام. طيب في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه. ايه هي؟ ان اليونت فيكتور عباره عن كوزاين الفا اي كوزاين بيتا جي كوزاين جاما كي، وعوض كوزاين الفا بتاعتك بكام؟ قال لي الكوزاين الفا ب 3 على 5√2. طيب والكوزاين ده الكوزاين ايه؟ الكوزاين الفا. طب والكوزاين بيتا؟ الكوزاين بيتا على، طب والجاما هي 5 على 5 في اتجاه الكي. واضح ان المنظر هو
المنظر، بس انا بعرفك ان انا ممكن اتحرك من خلال الفورس فيكتور على الفورس ماجنتيود، او اتحرك من خلال ايه كوزاين الفا وكوزاين بيتا وكوزاين جاما. يبقى احنا بكده عدينا الانترودكشن بتاع المحاضره، ان انا لما عاوز اكتب فيكتور او اتحرك في السبيس لازم اتحرك من خلال مين؟ من خلال ثلاث خطوط رئيسيه. الخط الاولاني او المحور الاولاني او الاكسس الاولاني هو الاكس، بعديه الواي، وبعديه مين؟ وبعديه الزد. يبقى الفورس فيكتور عندي هو اكس واي ومين وزد. لازم اعرف ان انا لما يبقى معايا الثلاثه دول اقدر اجيب ماجنيتيود، واقدر اجيب دايركشنال انجلز، واقدر اجيب كمان ايه، واقدر اجيب يونت فيكتور. الحاجه اللي عايز انوه عليها قبل ما اختم البارتي دوت، ان انت لما بتسمي الاكس والواي والزد انت ليك الحريه، بس بشرط انك لما تسمي لاين اكس يبقى اللي بعده واي، يبقى اللي بعده اكس اللي بعده زد في اتجاه عكس عقارب الساعه. بصوا كده اهو اكس وبعديه واي وبعديه مين وبعديه زد. ليه بقول كده؟ واحد قال لي يا دكتور انا بفكر اسمي ده واي، صح ولا غلط؟ صح، انت من حقك تختار اول لاين، لكن التو لاينز اللي بعد كده مش من حقك. طب ليه انت سميت ده واي؟ قال لي اه. قلت له يبقى اجباري يبقى ده زد، واجباري يبقى ده اكس. يبقى انت ليك الحريه في اختيار اول لاين، لكن بعد كده لازم يمشوا طبعا لقاعده مين، اكس واي زد. لما ندور ما بينهم نكون بندور في عكس عقارب الساعة، ده الشرط الوحيد في تسمية الأكسيز اللي إيه اللي قدامك. طيب دي كده أول إيه، أول بوينت أو أول مدخل عندنا. المدخل الثاني أعتقد إنه سهل بالنسبة لكم. إيه هو المدخل الثاني؟ اللي هو الريزالتنت أوف كونكرنت فورسز. الريزالتنت of concurrent forces، وده كان الكتاب شرحه في البارت 2.6. هو ما سمهوش بصراحة resultant of concurrent forces، هو سماه adding of cartesian vector. هو سماه كده ايه، adding of cartesian vectors. والله الموضوع بسيط، بيقول لي ايه، بيقول لي ان الاف ار عباره عن الفيكتور الاولاني بلس الفيكتور الثاني بلس الفيكتور الثالث وهكذا. واعتقد ديت سهله بالنسبه لنا، لان انا بجمع الاي زائد الاي والجي زائد الجي والكي زائد الكي، يعني اف اكس 1 زائد اف واي 1 اسف اف اكس 1 زائد اف اكس 2 على امسح دي اف اكس ايه اف اكس 2 وهكذا. ده كل ده مين؟ ده كل ده على الاي. طب بالنسبه للواي اللي ناخد الاف واي 1 زائد الاف واي 2 وكمل بقى للاخر، ده كل ده في اتجاه الجي. طب الكي اللي بقى اف زد 1 زائد الاف زد 2 زائد وكمل بقى اهو في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. يبقى انت اخدت الكومبوننت اكس من هنا زائد الكومبوننت اكس من هنا وكملت، كذلك الكومبوننت واي والكومبوننت واي، كذلك الكومبوننت زد والكومبوننت ايه والكومبوننت زد. ده هو الادنج للكارتيزيان فيكتور، بس لما اكون فين؟ لما اكون في السبيس. وطبعا قلت لكم تاني ان القاعده اللي تتقال في السبيس ينفع تتطبق على ايه، على التو دايمنشن. طيب تعال نشوف المثال ده، اكزامبل 2.9. تعالوا نترجم. بيقول لي ديترماين ايه بقى؟ ده ماجنيتيود، وعايز يعرف الكوردينيت دايركشن انجلز، عايز يعرف مين؟ الفا وبيتا وجاما. معلش الخط جه ايه حظكم اخضر على ازرق ما بانش خالص، تعالوا نكتبه تاني. يبقى هنا عايز مين؟ عايز الفا وبيتا، عايز الفا وعايز بيتا وعايز جاما. طب ماجنيتيود يعني ايه؟ يعني السهم بدون الايه، الرمز بدون السهم موجود عليه.
بتاع مين بقى؟ قال لي بتاع الريزلتنت فورس. تعالوا لازم نطلع من الكلام رول نكتبه، لان اسلوب التفكير اول حاجه translate the problem. ركزوا معايا في الستابس دي لانها ستابس عامه للتفكير بخصوص اي مساله. اول حاجه ترجم المساله. يعني ايه اترجم المساله؟ يعني تحويل المعلومات لايه؟ لرموز. تحويل المعلومات لرموز. الخطوة الثانية في تفكيري وهي رول. رول يعني ايه؟ يعني ادور على قانون to get the required. هندور على رول يحسب لي مين؟ يحسب لي الـ required. انت عايز ايه؟ انا عايز الـ FR. طب الـ FR دي ليها قانون؟ اه ليها قانون. الخطوة الثالثة والأخيرة في التفكير وهي السبستيتيوشن. السبستيتيوشن يعني التعويض in the rule. التعويض في الايه؟ التعويض في الرول. يبقى ده كده هو اسلوب التفكير اللي همشي بيه في اي مسألة تواجهني. طب ما يلا بينا نطبق الايه؟ الستابس اللي انت كاتبها دي اهو. سوليوشن، انت قلت لي اول ستيب اترجم المساله. طيب الترجمه بتقول لي ان انا معايا فورس فيكتور على الرسمه عباره عن 60 جي زائد 80 كي. حقيقه الصوره دي بتخوفني شويه، ما بحبش انا الصوره دي. امال ايه الصوره يا دكتور اللي انت بتحبها؟ انا بحب اكتب كده، اقول ان الكومبوننت اكس ب 0، الكومبوننت واي ب 60، والكومبوننت زد ب 80. انا بحب الصوره دي بصراحه. طب وايه كمان؟ قال لي والفورس الثانيه من على الرسمه بتساوي 50 اي ماينس 100 جي بعد كده زائد 100 كي. يلا بقى بالصوره اللي احنا عايزين نتعود عليها، هتبقى عباره عن 50 كوما ماينس 100 كوما وبلس 100 ايه؟ في اتجاه الكي. طيب ايه الريكوايرد؟ قال لي الريكوايرد ان هو عايز الاف ار فيكتور، بس طلع له منها حاجتين. طلع له منها الماجنتيود، طلع له منها الماجنتيود، وطلع له منها الالفا والبيتا والجاما. مش ملاحظين حاجة؟ الستيب رقم واحد أنا ما كتبتش أي كلمات، ما كتبتش أي كلمات. أمال كتبت إيه يا دكتور؟ كتبت رموز. الفورس F1 كتبت الكومبوننت بتاعتها، الـ F2 كتبت الكومبوننتس بتاعتها. طب الـ required كان عايز resultant force. في الشرح أنا عارف resultant force يعني FR vector، بس هو مش عايز الـ FR vector، ده عايز الماجنيتيود. والماجنيتيود معناها الاف ار بدون ما اكتب السهم بتاعها. طيب وعايز ايه كمان؟ عايز الكوردينيت دايركشن انجلز. يعني عايز يعرف ايه يعني بالبلدي؟ عايز يعرف الالفا بكام والبيتا بكام والجاما بكام. يبقى انا كده قدرت اعدي ستيب رقم واحد وهي ستيب الترانزليشن. الستيب الثانيه وهي ستيب الرول. ايه الرول اللي هيجاوب لي الريكوايرد ده؟ ايه الرول اللي هيجاوب لي الريكوايرد ده؟ الرول بيقول ان الاف ار فيكتور بتساوي مجموع الفورسز اللي انت عايز تجمعها. الفورس اف 1 فيكتور زائد الفورس اف 2 فيكتور. يبقى انا عملت مين؟ الستيب رقم 2 كتبت الرول اللي هيحسب الريكوايرد. الستيب رقم 3 ان انا اعمل سبستيتيوشن. يبقى انا هقول له ان الفورس اف 1 كانت 0 و60 و80 بلس
50 ونيجاتيف 100 وبلس 100. طبعا دول اقدر اجمعهم بسهوله، الزيرو وال50 هيدينا 50 وال60 والنيجاتيف 100 هيديني نيجاتيف 40 وال80 وال100 هيديني ايه؟ هيديني 180. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الاف ار. جبت مين؟ جبت الاف ار. طيب اعمل ايه بعد كده؟ وانا جاوبت؟ لا انت ما جاوبتش، ده واضح ان انت ستيب 3 ديت هترجع بيها لستيب 2 تاني. يبقى واضح ان انا بلف بين 2 و 3. ليه؟ لان الراجل طالب الاف ار ماجنيتيود. طب والاف ار ماجنيتيود ديت ليها رول؟ ليها رول. ايه هو الرول؟ قال لي بتبقى الاف اكس سكوارد زائد الاف واي سكوارد زائد الاف زد سكوارد، وكل ده تحت الروت. طب ما خلاص كله معايا. بص بقى الستيب 3 تخش اهي دايركت سبستيتيوشن، يبقى 50 سكوارد زائد 40 سكوارد زائد 180 سكوارد، كل ده تحت الايه؟ تحت الروت. يدينا كام؟ تعالوا كده السوليوشن طلعت 191. طلعت 191. يبقى انا كده جبت له مين؟ جبت له الماجنيتيود. طيب عايز ايه كمان؟ قال لي عايز اجيب الالفا والبيتا والجاما. طب تعالى الالفا يا سيدي، بص بقى انا بقيت اشطر شويه من المساله اللي فاتت. الالفا يا سيدي بتساوي كوساين ماينس 1 الاف اكس على الاف ار، يعني هتساوي كوساين ماينس 1 50 على 191. يلا طلع انجل. الانجل تطلع بكام؟ الانجل طلعت ب 74.8 درجه. طب عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب البيتا. هي ايه؟ هي الكوساين ماينس 1 الاف واي على الاف. بص بقى انا بقيت اشطر من المساله اللي فاتت، يعني 1 ماينس 1 لا مش 1 180، يبقى 180 ماينس كوزاين ماينس 140 على 191. الناس بقى اللي متابع معايا عارفين ليه انا حطيت ال 180؟ عشان ال 40 بالايه؟ عشان ال 40 بالماينس. ده للناس اللي ايه الكالكوليتر بتاعها قديم زي حالاتي، تطلع الانجل ب 102 درجه. طب عايزين كمان نجيب مين؟ عايزين كمان نجيب الجاما. الجاما هتبقى كوساين ماينس 1 الاف زد على مين؟ على الفاليو بتاعت الاف ار، يعني كوساين ماينس 1 180 على 191. طلعت بكام؟ طلعت ب 19.6 ديجري. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الانجل. حاجه لاحظوا معايا حاجه مهمه جدا، مؤشر اني بحل صح. بصوا كده الماجنيتيود بتاعت الفورس كام؟ 191. والكومبوننت كام؟ 180 وماينس 40 وايه؟ و50. ال 180 ال 180 اقرب لل 191 صح؟ كرقم قريب منه اهو، عشان كده تطلع الانجل صغيره قوي، عشان كده تطلع الانجل ايه؟ صغيره قوي. طب ال 50 وال 40 اعتقد ان ال 50 و 40 قريبين من بعض، فلازم الانجلز بتاعتهم تطلع ايه؟ تطلع قريبه من بعض، صح كده؟ لا يا دكتور مش صح، ده الانجل الالفا طلعت 74 والانجل بيتا طلعت 102. اقول لك لا، ما هي 102 عشان هي مع نيجاتيف الواي، عشان هي مع ايه؟ مع نيجاتيف الواي. لكن الالفا والبيتا كفاليو لو كانت 40 و50 هتبقى الفاليو ايه؟ هتبقى الفاليو قريبه من بعض. قريبه من ايه؟ قريبه من بعض. ليه؟ لان الفورس ال 191 ادت حته للاكس وحته للواي وحته للزد، فكل ما تكون الحته كبيره كل ما يكون الفورس ماله؟ كل ما يكون الفورس بتاعتي كل ما قريبه منها. يعني دلوقتي هنا اهي ادي الرسمه بتاعت المساله،
انا عندي هنا السهم ده اهو، السهم ده كده هو ده مين؟ هو ده الفورس اف 1، والسهم ده كده هو مين؟ هو الفورس اف 2. فانا بقول ان انا اول حاجه ترانزليت ذا بروبلم. ترانزليت ذا بروبلم ايه يا دكتور؟ يعني اقرا المساله. فقريت المساله لقيت ان الفورس اف 1 كان مديها لي ب 60 جي و80 كي، فقمت كاتب 60 جي و80 كي. انا قلت لكم ان انا ما بحبش الصوره ديت، فكتبت 0 و60 وايه و80. كذلك الفورس اف 2 مديها لي 50 اي وماينص 100 جي وبلس 100 كي، فقلت 50 ونيجاتيف 100 وايه وبلس 100. طيب هو عايز ايه؟ قال لي هات لي الماجنيتيود وهات لي الدايركشنال انجلز بتوع مين؟ بتوع الريزلتنت فورس. الريزلتنت فورس. فانا قمت عامل ايه؟ الخطوه الثالثه بقى، قمت جاي كاتب رول، قلت ان الاف ار اللي انت عايزها ديت بتساوي الفورس الاولانيه اف 1 زائد الفورس الثانيه اف 2، بس طبعا كفيكتور. فقمت جامع الاي زائد الاي والجي زائد الجي والكي زائد الكي، فديتني 50 ونيجاتيف 40 و180. جيت في المرحله اللي بعدها قمت كاتب القانون بتاع ماجنيتيود الاف ار. ايه القانون؟ اف اكس سكوير واف واي سكوير واف زد سكوير. طبعا الفاليوز معايا عملت دايركت سبستيتيوشن، وما ننساش ان النيجاتيف 40 لما عوضت عنها عوضت عنها بايه؟ ببلس 40. طلعت الفاليو بكام؟ طلعت الفاليو ب 192. جيت بعدها قمت حاسب الدايركشنال انجلز اللي هم مين؟ اللي هم الفا وبيتا وجاما. فقلت ان الالفا هي اف اكس على اف ار 50 على 191 يعني. البيتا هي اف واي على اف اللي هي طلعت ب 102، وما ننساش ال 180 ماينس عشان اتخلص من ماينس 40. والجاما هي اف زد على مين؟ هي اف زد على اف ار. طلعت الانجل صغيره قوي. ليه طلعت الانجل صغيره قوي؟ لان ال 180 قريبه من ال 191 قوي. وبهنا يبقى انا عرفت اتعامل مع الرول بتاع الماجنيتيود والدايركشن لو كانت فورس واحده ولو كانت اكتر من فورس، واقدر ايه؟ واقدر اجمعه. طيب كده يبقى احنا غطينا تاني اوبجكتيفز عندنا اللي هو ادينج اوف ايه اوف تو كارتيزيان فيكتور. بس قبل ما اسيبه عايز اقول لك ملحوظه مهمه جدا هتفيدنا بعد شويه. تعالوا كده نعمل زوم اوت. بص لما بجيب الاف ار دي ليها سبيشال كيسز. سبيشال كيسز يعني حالات خاصه. ايه هي الحالات الخاصه؟ ان الاف ار دي تطلع بارلل للاكس اكسس. ان الاف ار دي تطلع بارلل للواي اكسس. ان الاف ار دي تطلع بارلل للزد اكسس. لو الاف ار طلعت بارلل للاكس اكسس ده معناها ان الاف ار هي مجموع الاف اكس بس. دي سميشن، دي اسمها سميشن، يعني عباره عن الاف اكس 1 زائد الاف اكس 2 وهكذا. طب والاف واي بكام؟ قال لي بزيرو. طب والاف زد بكام؟ قال لي برضه بزيرو. كل دي معلومات من مين؟ من ان الاف ار بارلل اكس. طب اللي فهم هكتب ايه هنا؟ مش هي بارلل واي؟ يبقى الاف ار هي سيجما الاف واي بس. ومعنى كده ايه كمان؟ ان الاف زد بزيرو والاف اكس بزيرو. اف اكس ايكوال زيرو. طب وهنا هكتب ايه؟ هكتب ان الاف ار انت بتقول بارلل للزد، يبقى الاف ار هي مجموع الزد بس، وتبقى الاف اكس بزيرو والاف واي بايه؟
من اف واي بزيرو. الكلام ده بتاع السبيشال كيس ده هنحط عليه مساله كمان شويه فافتكروها معايا. يبقى الفورس لو بارلل فورس مجموع الفورسز دي لو جيت جمعتهم وطلعت الفورس اللي فضلت بارلل اكس يبقى هي رقم في الاكس بس، الواي بكام؟ بزيرو والزد بزيرو. طب لو كانت هي بارلل الواي يبقى الواي هي اللي برقم والاكس والزد بزيرو. لو كانت هي بارلل للزد يبقى ايه؟ مفيش غير زد، فيبقى الاكس بزيرو والواي كمان بايه؟ والواي كمان بزيرو. طيب تعالوا نبص للموضوع بالعكس. يعني ايه يا دكتور بالعكس؟ اقول لك يعني انا دلوقتي اديتك كومبوننت الفورس، اديتك الاف اكس بكام واديتك الاف واي بكام واديتك الاف زد بكام. حلو حلو. وطلبت منك ايه؟ وطلبت منك ثلاث حاجات، طلبت منك الماجنيتيود، وطلبت منك الدايركشن انجلز، وطلبت منك اليونت فيكتور. يعني اقول لك طب ما تيجي نمشي بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ قال لي يعني انا المره دي هديك الماجنيتيود والدايركشن واطلب منك الكومبوننتس. دي بقى اسمها ايه؟ اسمها عنوان لينا احنا بقى نسميه كده كارتيزيان. تعالوا نخلي العنوان باللون الاسود، تعالوا نغير للون الاسود كده ونكتب عنوان اسمه كارتيزيان كومبوننتس. وعشان انتوا بتحبوا الكلام ده هكتب جنبه كلمة ايه؟ كلمة مهم. الجزء ده قاعد معانا يمكن لحد ما نتخرج. الجزء ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا هدي لك given الماجنيتيود وهدي لك given اليونت فيكتور. بنا هدي لك الماجنيتيود وهدي لك كمان ايه؟ وهدي لك كمان الدايركشن. وهيبقى الريكوايرد، وهيبقى الريكوايرد فايند الاف اكس بكام والاف واي بكام والاف زد بكام. إجابة الريكوايرد ده ليه ثلاث طرق عندنا. إجابة الريكوايرد ده ليه ثلاث طرق عندنا. الثلاث طرق دول، الثلاث طرق دول عنوانهم إن طالما اليونت فيكتور بيساوي الفيكتور على الفاليو بتاعته يبقى معنى كده، يبقى معنى كده ان الفيكتور بيساوي الفاليو في اليونت فيكتور. يا دكتور معلش ما احنا عارفين الكلام ده، عارفين ان الفيكتور بيساوي الفاليو بتاعته في اليونت فيكتور. ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ كيس 1 ان يكون جيفن الفا وبيتا وجاما، يدينا ايه؟ الفا وبيتا وجاما. لو ادانا الفا وبيتا وجاما في الحالة دي هيبقى الفورس فيكتور عبارة عن الفاليو مضروبة في كوزين الفا كوما كوزين بيتا كوما كوزين جاما ايه؟ كوما، كوما اللي هي اي وجي وكي يعني. وخلي بالك ريمبر، هي طبعا ما لحقتش تتنسي ولا حاجه بس ايه لازم نفتكرها. ايه هي؟ ان كوزين الفا الكل سكوارد زائد كوزين بيتا الكل سكوارد زائد كوزين دي جاما الكل سكوارد ايكوال، تمام ايكوال 1. دي اول حاله عندنا من ايجاد الفيكتور كومبوننتس. ازاي يعني؟ تعال نشوف ازاي يعني
من خلال ايه؟ من خلال اكزامبل. تعالوا كده ايه نمسك اكزامبل كده بسيط نقول فيه الكلام ده. يلا بينا. في الاكزامبل دوت اكزامبل 2-8 جايب لي رسمه. الرسمه ديت فيها فورس، الفورس دي بتساوي 200 نيوتن، وبيقول لي اكسبرس ذا فورس اف اللي هي بكام؟ اللي هي ب 200 نيوتن از ا كارتيزيان فيكتور. السؤال ده ممكن يقوله لي كده، ممكن يقول لي اور يقول لي ايه بقى فايند ذا كومبوننتس او فايند ذا كارتيزيان كومبوننتس. هات لي ايه؟ هات لي الكارتيزيان كومبوننتس بتاعت مين؟ بتاعت الفيكتور ده. يلا بينا. عشان اجاوب السؤال دوت فاكرين الستبس بتاعتنا؟ اول حاجه ترانزليت ذا بروبلم، ستيب 1 ترانزليت ذا بروبلم. طب انت معاك ايه؟ انا معايا رسمه. طب الرسمه دي فيها ايه؟ قال الرسمه ديت فيها ان الاف بتساوي 200. طب الرسمه دي فيها ايه كمان؟ قال لي فيها ان البيتا بتساوي 60. معلش سؤال، هو انت عرفت منين ان البيتا ب 60؟ قال لي اصل الدكتور من شويه كان قال ان البيتا دي هي الزاويه من موجب واي لحد الفورس. فبصوا كده موجب واي اهو، البوزيتيف بتاع واي اهو، لما مشيت لحد الفورس وصلت كنت لفيت زاويه كام؟ 60 درجه. طيب والجاما بكام؟ قال لي الجاما ادي البوزيتيف زد اهو، لما مشيت كام؟ 45 ديجري. اقول له تمام. طب والالفا؟ قال لا والله مش معايا. طب ما هو كان الدكتور بيقول لي في رول كده مهم بيقول ايه؟ كوزين الفا الكل سكوارد زائد كوزين بيتا الكل سكوارد زائد كوزين جاما الكل سكوارد ايكوال كام؟ ايكوال 1. ايكوال ايه؟ ايكوال 1. من هنا يبقى كوزين الفا الكل سكوارد زائد كوزين 60 الكل سكوارد زائد كوزين ال 45 الكل سكوارد ايكوال 1. من هنا جبت مين؟ جبت الكوزين الفا. لو جينا مسكنا الكالكليتر وحسبناها هنلاقيها طلعت بلس اور ماينس 0.5. طبعا بلس اور ماينس جت من هنا كانت ايه؟ كانت سكوير روت. احنا لو اخذنا البلس، لو اخذنا البلس هنلاقي ان الالفا بتاعتنا، يعني لو قلنا ان كوزين الفا بتساوي 0.5 تطلع الالفا بتساوي 60 درجه. تساوي ايه؟ 60 درجه. ولو اخذنا ان الكوزين الفا بنيجاتيف 0.5 نلاقي ان الالفا بتساوي كام؟ بتساوي 120 درجه. تساوي ايه؟ 120. يعني معنى كده ان الفورس يا اما مايله على بوزيتيف الاكس يا اما مايله على ايه؟ على نيجاتيف الاكس. يعني ايه؟ يعني بصوا كده ده الاكس اهو، ده الايه؟ ده الاكس وادي البوزيتيف بتاعه. خلي بالكم انا باصص من هنا، انا باصص من ايه؟ باصص من هنا، فشايف الاكس ناحيه الشمال اهو والنيجاتيف الاكس ايه؟ ورا. وادي الارج، وادي مين؟ وادي الارج. لو انا اخدت الانجل ال 60 يبقى الفورس اهي وبتعمل مع الاكس زاويه 60، تمام؟ طب لو انا اخدت ان كوزين الفا بيساوي كام؟ ماينس 0.5، لما تكون بالماينس يبقى انا عديت الخط الفيرتيكال ده، فهتلاقوا فعلا الفورس مثلا بقت هنا
والزاوية دي كلها بكام؟ بمية وعشرين. ليه؟ لان انت لو اخدت الكوزين الفا بالبلس يبقى معنى كده ان الاف اكس كومبوننت بلس، فتترمي ايه؟ تترمي على بوزيتيف الاكس اهي. لكن لو اخدت الكوزين الفا بنيجاتيف 0.5 معناها ان الفورس مرميه على نيجاتيف الاكس. بص ده كده ايه؟ نيجاتيف، وده كده هنا ايه؟ ده كده هنا بوزيتيف. طيب دلوقتي لما يا دكتور اجاوب اخد انهي واحده؟ قال لي من الرسمه هتفهم، من الرسمه ايه اللي انا مديها لك هتفهم تاخد البوزيتيف ولا تاخد النيجاتيف. طب ما الرسمه هي دكتور قدامي وما اخدتش بالي من حاجه. اقول لك لا، لازم تاخد بالك. تاخد بالك من ايه؟ بصوا كده، شايفين السهم اللي مرسوم ده؟ اسقاطه دي فين؟ دي هنا. جه فين؟ جه هنا اهو. طيب جه هنا معناها ايه؟ معناها ان النقطه اللي انا رسمتها دلوقتي دي جت في البوزيتيف بتاع اكس وفي البوزيتيف بتاع مين؟ في البوزيتيف بتاع واي. يعني انا عشان امشي من الاوريجن للفورس لازم امشي على مين؟ على بوزيتيف الاكس، وبعد كده امشي على بوزيتيف الواي عشان اوصل للنقطه دي، بعد كده اطلع على ايه؟ على بوزيتيف الزد. يبقى معنى كده ان انا مش هعرف ان انا هاخد البلس ولا هاخد الماينس الا من خلال مين؟ من خلال الرسمه بتاعتي. فالرسمه بتاعتي قالت لي ان البروجيكشن بتاعي موجود في بوزيتيف الاكس والواي، لكن لو كانت النقطه الزرقاء دي موجوده ورا يعني بعد الواي يبقى قلت انها ايه في الحاله ديت؟ هقول انها نيجاتيف. لكن الحمد لله الاسقاط بتاعي طلع في الجزء البوزيتيف، فانا هاخد مين؟ هاخد البلس. هاخد مين؟ هاخد البلس. من هنا يبقى الإجابة بتاعتي إن الفورس فيكتور بتساوي الفورس في اليونت فيكتور. فالفورس بكام؟ الفورس كانت بمتين، واليونت فيكتور هو مين؟ هو كوزين 60 في الآي زائد كوزين البيتا اللي هي 60 برضو في الجي، وآخر حاجة عندي اللي هي الجاما اللي هي كانت ب 45، يبقى كوزين 45 في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي، يعني 200 وهنا 0.5i وهنا 0.5j وهنا 1 over root 2 في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. يعني ممكن بقى اسيبها كده وممكن اختصرها، هتبقى 100i زائد 100j زائد 100 over root 2 في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. ويبقى انا كده عملت اكسبريشن او حطيت له الفيكتور بتاعه في ايه؟ في صوره كارتيزيان فيكتور. يبقى واضح ان انا في المساله دي عندي تركتين خفاف. ايه هما التركتين الخفاف دول؟ التركه الاولانيه ان هو مش هيديني الثلاث زوايا، ما هيدي لك ايه؟ هيدي لك زاويتين بس. طيب الزاويتين بس اجيب الثالثه اجيب الثالثه ازاي؟ اجيب الثالثه بالرول اللي هو كوزين الفا الكل سكوارد كوزين بيتا الكل سكوارد كوزين جاما الكل سكوارد ايكوال 1. جبت الزاويه الثالثه. طب التركه الثانيه هي ايه؟ هاخد البلس ولا الماينس؟ قال لي الرسمه هي اللي هتوضح تاخد البلس ولا تاخد الماينس. في تفصيل في الحته ديت اكتر من كده؟ في تفصيل في الحته دي اكتر من كده، لكن انا شايف ان بقى فاضل نص ساعه في المحاضره وانا حتى ما غطيتش نص المحاضره، مش عارف الوقت النهارده ما فيهوش بركه خالص تقريبا. حته الساوند وتظبيط الساوند هو اللي ضيع مننا الايه الوقت، فمعلش مش هستفيد في ديت. تعالوا ايه نرجع تاني ونقول ايه هي الطريقه التانية. الطريقه التانية هي الريزوليوشن. الطريقه التانية هي الريزوليوشن. الريزوليوشن ديت ان انا بعمل تحليل للفورس. فاكرين كنا احنا في 2 دايمنشن بنقول اف كوزاين سيتا واف ساين سيتا. التحليل ده ينفع كمان في 3 دايمنشن؟ ينفع في 3 دايمنشن بس بشروط. ايه هي الشروط؟ ان هو يكون مدينا جيفن، هيكون مدينا الفا اور بيتا اور جاما زائد معاهم انجل اسمها سيتا. يبقى هو هيدينا
الفا بس او بيتا بس او جاما بس، وهيدينا معاهم كم زاوية ايه؟ زاوية اسمها سيتا. الكلام ده محتاج مننا تخيل عالي شوية، وانا واثق ان الجزء ده بعد ما اشرحه احتاج المحاضرة الجاية برضو ايه؟ اعيده، فما تخافوش منه، انا هشرحه النهاردة وهعيده ان شاء الله كمان المحاضرة الجاية عشان يثبت خالص في دماغك. ايه هو؟ بيقول لي ان انا هدي لك رسمة، الرسمة ديت اكس وواي وايه وزد، وهدي لك فورس. هدي لك ايه؟ هدي لك فورس. يلا بينا اهو، ادي الفورس اهي، والفورس ديت هسقط لك منها لاين يخبط في الارض، ولاين من الاوريجين لايه؟ للخبطة دي اهو. شايفين النقطة ديت؟ النقطة دي هي البقعة اللي جت ايه؟ اللي جت على الارض دي كده واي، وده كده ايه؟ وده كده زد. ماشي كلام؟ قال لي ايه بقى؟ قال لي ان انا هدي لك الزاوية دي وهدي لك الزاوية دي. الزاوية دي هنسميها ايه؟ سيتا. وتعال نسمي ديت ايه؟ نسمي ديت فاي. طبعا فاي جابتها لي مين؟ الجاما، يعني الفاي زائد الجاما بتسعين، ده المقصود بألفا وبيتا وايه؟ وجاما. هعمل ريزوليوشن ازاي؟ ركزوا معايا. اول ستيب ريزولف along z and shadow. resolve along z and shadow. ايه الكلام ده؟ وفين الزد وفين الشادو اللي انت بتقول عليه؟ شايفين اللاين اللي هو ده؟ تعالوا كده نعمله خط مختلف شويه اهو. شايفين ده؟ ده اسمه شادو. ده اسمه ايه؟ شادو. شادو بالعربي يعني ظل، ظل الفورس على الارض يعني. فاحنا هنعمل ريزوليوشن للفورس في اتجاه الشادو والزد، مساله تو دايمنشن عاديه خالص. شايفين الشادو هو اللي عامل مع الايه؟ مع الفورس انجل فاي. يعني معنى كده ان الفورس الخضراء دي، ركزوا معايا، مع الشادو هتبقى اف كوزاين فاي، وبالنسبه للزد هتبقى اف ساين فاي. هتبقى اف ساين ايه؟ ساين فاي. يبقى اول ستيب هعمل ريزولفينج along الزد والشادو. الانجل مع الشادو يبقى الشادو ياخد كوزاين والزد ياخد ساين. لا، ده الانجل مع الزد يبقى الزد ياخد كوزاين والشادو ياخد ايه؟ ياخد ساين. طيب دي اول ستيب. الستيب التانية، ستيب رقم 2، قال لي ريزولف ذا شادو along x and y. ايه الكلام ده؟ بقول لك ان انت هتلغي الشادو ده، الستيب رقم 2 هتلغي، وتعمل له ريزوليوشن على الاكس اللون الاحمر، تعمل له ريزوليوشن على الاكس، وتعمل له ريزوليوشن على الواي. طب الشادو ده بيعمل مع الاكس زاويه سيتا، يعني معنى كده ان الشادو اللي هو اف كوزاين فاي ده هيتضرب في كوزاين سيتا، والشادو اللي هو اف كوزاين فاي ده هيتضرب في ساين سيتا. يبقى انا بعمل الحل على مرحلتين. طبعا اللي جه على الزد اسمه اف زد، واللي جه مع الاكس اسمه اف اكس، واللي جه مع الواي اسمه ايه؟ اسمه اف واي. يبقى انا عملت الحل ده على مرحلتين، عملت ريزوليوشن للفورس اف along الزد والشادو، بعد كده مسكت الشادو عملت له ريزوليوشن على مين؟ على الاكس والواي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ ده احنا تهنا منك خالص. تعالوا نشوف التوهان ده نحله ازاي. ادي اكزامبل، وتعالوا نعمل ماكسمايزيشن للاكزامبل.
بصوا كده معايا، الراجل مدينا ايه؟ مدينا رسمه، الرسمه ديت مدينا مدينا فيها لاين الفورس ولاين الشادو، لاين الفورس ولاين الشادو. طب فين يا دكتور لاين الفورس وفين لاين الشادو؟ لاين الفورس هو ده الخط ده كده، هو لاين، معلش حصل زوم، الخط ده كده هو مين؟ هو الفورس. اللاين ده كده هو الفورس، واللي تحت ده هو مين؟ بصوا كده اهو اهو، ده مين؟ ده الشادو، ده الظل اللي جه ايه؟ اللي جه على الارض. تعالوا كده نفتكر الخطوات وتعالوا نرسم الرسمة عشان تبقى الدنيا ايه؟ تبقى الدنيا واضحة معانا اهو. ادي الرسمة، ادي اكس وادي واي وادي زد. دكتور انت قلت لي الاول اعمل ايه؟ قلت لك اول حاجة تحط الشادو على الرسمة اهو، ادي الشادو على الرسمة اهو اهو اهو، ده الشادو. الشادو ده بيعمل مع الاكس زاوية 45، ركزوا معايا اهو، ده كده مين؟ ده كده الشادو. طيب انا مش شايف من الرسمه اللي انا رسمتها دي غير خطين لحد دلوقتي، الزد والشادو، الزد والايه؟ الزد والشادو. الفورس بتاعتنا اللي هي 100 بتعمل مع الشادو زاويه 60، شايفين؟ الفورس بتعمل مع الشادو زاويه 60، يعني معنى كده ان الشادو هياخد كوزاين يبقى 100 كوزاين 60، والزد ياخد الساين 100 ساين 60. يبقى انا كده عملت ريزولوشن كانه 2 دايمنشن، الفورس عامله مع الشادو زاويه 60، يبقى 60 شادو كوزاين 60 شادو ساين مع الزد. طب ايه كمان؟ قال لي تعالى بقى امسك الشادو، دي المرحله الثانيه، امسك الشادو ده. الشادو دوت بيعمل مع الاكس زاويه 45 اهو، يعني معنى كده هيجي لي سهم كده وسهم كده. بص السهمين، فاكرين القصة بتاعت التو دايمنشن؟ لازم السهمين يبقوا ماشيين مع الأصل. هنا هيبقى 100 كوزاين 60، ده الشادو ماشي مضروب في كوزاين 45، اللي هنا 100 كوزاين 60 برضو ده الشادو بس مضروب في ايه؟ في ساين 45. يلا نكتب الفورس كده، هقول له ان الفورس بتاعتنا بتساوي اول رقم هو الرقم اللي على الاكس اللي هو مين؟ اللي هو كل ده على بعضه اللي هو 100 كوزاين 60 كوزاين 45، ده كله اي. طب الواي، قال لي الواي هو كل ده على بعضه بس خلي بالكم سهمه فين؟ سهمه عكس الواي، يعني هكتب ماينس 100 كوزاين 60 وساين 45 في اتجاه الجي. طب وده؟ ده الزد اهو كام؟ قال لي 100 في ساين 60 في اتجاه الكي. طبعا باختصارات الكالكليتر الاولاني يطلع 50 على روت 2 في اتجاه الاي، الثاني ماينس 50 على روت 2 في اتجاه الجي، والثالث هيبقى 50 روت 3 في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. يبقى انا كده قدرت اجيب الكومبوننت باتجاه بطريقه الايه؟ الريزوليوشن. اول ستيب بعمل ريزوليوشن على الشادو مع الزد، وتاني ستيب بعمل ريزوليوشن للشادو على الاكس ومين؟ على الاكس والواي. مثال كمان، مثال كمان. طبعا اللي تاه مني في الحته دي يعمل ايه؟ يسمع الريكورد مرة واثنين وثلاثة، لان هي محتاجة ايه؟ اعادة، وانا ان شاء الله برضو المرة الجاية اشرحها تاني. يلا بينا. في المثال ده بيقول لي ايه؟ two forces act on the hook، الهوك اللي انتم شايفين ده اسمه هوك اهو او شانكل يعني، as shown، مديني فورس F2 ومديني فورس ايه؟ ومديني فورس F1، وبيقول لي specify
the magnitude two forces. تعالوا نقرأ سوا تاني اهو. Two forces. الله أكبر الله العظيم. Two forces act on the hook shown in the figure. Specify the magnitude of F2. يبقى هو عايز مين؟ عايز يعرف الفاليو بتاعت ال F2 بكام. And its coordinates angles. ده كمان عايز يعرف الألفا والبيتا والجاما بتوع ال F2. ده كل ده required. That the resultant force FR act along Y axis بمجنيتيود 800. تعالوا يا نهار ابيض على الانجليزي. بصوا كده تعالوا تمسكوا ديك كده. اي دي عايزين نترجمها. واحد يقول لي يا دكتور دي ترجمتها ان محصلة القوة FR في الاتجاه الموجب لمحور X بقيمة مقدارها 800. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. يعني مش حصة عربي وحصة انجليش. الترجمة اللي اقصدها هي تحويل الجملة دي لرمز. بصوا كده بصوا الترجمة. بصوا انا هكتب ايه. انا هكتب الترجمة اهي ان ال FR بتساوي 800 جي. خلصت. هي دي الترجمة. لا تقول لي اتجاه موجب ولا تقول لي اتجاه سالب ولا تقول لي مقدار ولا تقول لي محصلة ولا تقول لي مجموع ولا تقول لي اي حاجة في اي حاجة. تحول لي الجملة لايه؟ لمعادلة. تحول لي الجملة لرمز بفاليو. بصوا كل الكلام المسألة عبارة عن ثلاث سطور بس انا قلت ايه الترجمة ان الـ F2 عايزها. ان الالفا والبيتا والجاما بتوع F2 عايزها. الـ FR بـ 800 جي. طب مسألة زي دي هحلها ازاي؟ والله يا دكتور انا فاكر ان انت قلت لنا اول ستيب في الحل ترانزليت ذا بروبلم. وانا عملت ترانزليشن اهو. طب ايه الستيب التاني؟ الستيب التاني يا دكتور انت قلت لي نكتب رول. يلا بينا. الرول بتاع الـ FR فاكرينه؟ الـ FR بتساوي الفورس F1 زائد الفورس F2. مفيش في فورسز تانية. اي بقى F1 زائد F2. طب معاك ايه من الرول ده؟ والله انا شايف ان انا معايا الـ FR بـ 800 جي والـ F1 هي على الرسمة. الراجل مدهالي 300 نيوتن ومديني شوية انجلز كده اكيد هينفعوني في حاجة. طب انت عايز ايه؟ قال لي عايز الـ F2. طب ما تيجي نكتب الرول ده بشكل اجمل. يبقى الـ F2 بتساوي لوحدها بتساوي الـ FR فيكتور ماينس الـ F1 فيكتور. امسك. يبقى هو ده الرول اللي ايه؟ اللي هيحللنا المسألة. ان انا لو عايز الـ F2 لازم اكون عارف الـ FR as a vector ولازم اكون عارف الـ F1 as a vector. طب يا دكتور ماشي ما انا عارف الـ FR as a vector اهي given اصلا. يبقى انت مشكلتك ايه؟ قال لي مشكلتي اجيب الـ F1 as a vector. تعالى مديلك ايه؟ مديلك الفا وبيتا وجاما ولا مديلك شادو؟ تعالوا كده نقرا سوا. ال 45 دي اللي مكتوبه دي زاويه ما بين مين ومين؟ قال لي ما بين الاكس والفورس. اسمها ايه؟ اسمها الفا. يبقى هو مدينا الالفا بتاعه الاف 1 ب 45 درجه. ماشي. الزاويه ال 60 ما بين مين ومين؟ قال لي ما بين بوزيتيف الاكس بوزيتيف الواي ومين؟ والفورس. يبقى دي مين اسمها ايه دي؟ اسمها بيتا. بتساوي كام؟ قال البيتا دي بتساوي 60 درجة. طب ايه كمان؟ قال لي والله انا شايفه مدينا زاوية ما بين بوزيتيف الزد والاف بتساوي 120. دي اسمها ايه؟ دي اسمها جاما. يبقى الجاما بكام؟ ب 120 درجة. انا ممكن ادي لك الفورس اف 1 بطريقة تانية في الامتحان. بص عامل ايه؟ هي بالظبط بس هرسمها لكم كده. اهو ادي الاكس ادي الواي ادي الزد ادي الفورس. بص هعمل ايه؟ هقول هنا كده 45 هقول كده 60 وهقول كده 60 اهو اهو ادي اف 1 اللي بتساوي 300 نيوتن. ايه اللي انا عملته؟ انا خدعت بعض الناس. الالفا هي زاويتي مع بوزيتيف اكس، البيتا هي زاويتي واي، الجاما هي زاويتي مع مين؟ مع بوزيتيف زد، مش زد وخلاص، بوزيتيف زد. فالزاويه دي مع مين؟ مع نيجاتيف الزد. لا ده انا عايز الثانيه.
طب هي الزاويه اللي مع بوزيتيف زد ونيجاتيف زد مجموعهم كام؟ قال لي مجموعهم 180. يعني معنى كده ان لو دي 60 تبقى اللي فاضله كام؟ تبقى اللي فاضله 120 اللي هو كان مديها لنا في الايه في المساله. يبقى خلي بالك الانجل اللي مديها لك لو هي مع بوزيتيف الاكسس تتقري على طول، لكن لو هي مع نيجاتيف الاكسس لازم نعمل ايه؟ نجيب المكمله ليها. نجيب الايه المكمله ليها. طب يلا بينا، ده خلاص ده كده الموضوع بقى جميل قوي. يبقى الفورس اف 1 كفيكتور هتبقى الفاليو مضروبه في اليونت فيكتور. الفاليو بكام؟ الفاليو ب 300. يلا افتح براكت، هيبقى كوزاين 45 في اتجاه الاي، كوزاين 60 في اتجاه الجي، كوزاين 120 في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. طبعا دي هتدينا 150 على روت 2 في اتجاه الاي، ودي كانت كام؟ دي كانت كوزاين 60. نسيت اكتب 60 والله. دي هاف يعني 150 في اتجاه الجي، ودي ماينس 150 في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. طيب يبقى انا كده قدرت اجيب الايه؟ قدرت اجيب الفورس 1 از ايه؟ از فيكتور. يتفضل ايه؟ يتفضل ان انت تعمل دايركت سبستيتيوشن. الدايركت سبستيتيوشن خليني اقول ان اف 2 تعالى بقى نعمل دايركت سبستيتيوشن، يبقى عندي اف 2 بتساوي الاف ار اللي هي 800 جي كده ماينس مين بقى؟ ماينس الاف 1 اللي هي كانت 150 اوفر روت 2 اي بلس 150 في اتجاه الجي ماينس 150 في اتجاه الكي. يبقى الاف 2 بتاعتك هتساوي الصوت مش هي طبعا تبعتيني بتقولي لي الصوت مش واضح جدا، فانا والله مش عارف اعمل ايه يا جماعه. فعلا المحاضره باظت بسبب الانترنت. هي يا شباب كده الصوت اوضح شويه ولا الدنيا باظت خالص؟ ها صوت اوضح كده؟ يا رب يكون اوضح. الصوت فيه خروشه جامده والله. دي مشكله نت والله يا جماعه، مش يعني التوصيلات هي دكتور الصوت مش واضح، وكمان حضرتك قافل علينا الشات اصلا. لا معقوله مش قافل الشات؟ لا خالص. You are recording. Meeting option. أو فعلا النت يعني بشع، نت بشع عايز يتطخ بالنار. يعني بحاول اجيب الاوبشنز حتى بتاعت فتح المايك، بصوا بيدوني ايه؟ something went wrong. انا مش فاهم يعني. بصوا كأن مفيش نت والله. سنحاول كده نفتح المايك. meeting options. الجين بتاعت المايك اهي. بص يا شباب والله انا مش عارف، في خروشه. الخروشه دي او الصوت بيقطع، ده نت والله. في ذبذبات يا دكتور، صداع من كتر العظمه كده. ابو في زن تجرب مايك خروشه ساعات كده، ذبذبات وفريكوانس يا دكتور كتير. طب يا دكتور حاطط هيدفون او حاجه؟ طب كده الصوت ايه؟ قول الصوت كده كويس؟ لا كده مظبوط.
كده كويس تمام تمام كويس طيب معلش انا طبعا بعتذر الموضوع خارج عن ارادتي والله طب يعني ارجع اكمل ولا يهمك يا دكتور كمل عادي اتفضل كمل يا دكتور تمام يلا بينا يلا بينا حضره جميله احنا بيقول لنا هنا انا هفتح بقى المايكات بس ايه يا ريت ما حدش يفتح المايك الا لما يكون ايه هنتكلم في حاجه احنا بنقول هنا ان انا الفورس اف 1 كتبتها از فيكتور واضحه من الكلام ودي حليناها قبل كده دي بقى الاف 2 عوضت شلت الاف ار فيكتور وحطيت 800 جي والاف 1 از فيكتور كتبتها زي ما انا جبتها طرحت بقى اطرح ايه ابص بقى الغلطه اللي انا شخصيا ساعات بغلط فيها لما بكون كاتب كده ساعات بطرح اول رقم اللي هو جي اصلا من الاي فلا خلي بالك هي الجي ده كان اصله ايه اصله 0 و800 و0 ماشي فيبقى 0 ماينص 150 يدينا ماينص 150 على روت 2 في اتجاه الاي بعد كده 800 ماينص 150 يعني 650 في اتجاه الجي و0 ماينص ماينص 150 تبقى بلس 150 في اتجاه ايه تخيلوا لو انا سبت له المساله كده يبقى انا ما حلتش لسه امال ناقصك ايه اللي خلي بالك ده هو طالب الماجنيتيود والدايركشن خلاص دي كلها بقى يا دكتور حسابات احنا نعرف نحلها مع بعض مع نفسنا نقدر نجيب الماجنيتيود باننا نقول الاف 2 بتساوي سكوير سكوير تحت الروت ونقدر نجيب الدايركشن انجلز اللي هي الفا وبيتا وايه وبيتا وجاما اعتقد ان انتوا تعرفوا تكملوا الحته دي يبقى احنا كده لحد دلوقتي غطينا نص المحاضره لحد دلوقتي غطينا نص المحاضره اللي هي قدرت اتعامل مع الفيكتور وقدرت اجيب له ماجنيتيود ودايركشن وقدرت اجيب ايه وقدرت اجيب ريزلتنت طيب حط لنا حتى بدايه النص الثاني بداية النص الثاني مش عارف انا حاسس ان انا بشرح كتير قوي بصراحة يعني عندي انطباع ان انا بقعد ارغي معاكم كتير تعالوا كده نشوف انا عايز اوصل لصفحة كام الصفحة اللي احنا فيها الثلاث طرق بتوع ايجاد الفيكتور اهي اهي انا قلت لكم ان في كام طريقة لايجاد الفيكتور كومبوننت ثلاثة الطريقة الاولانية كان ان هو يبقى معايا الفا وبيتا وجاما الطريقة الثانية ان انا اعمل ريزوليوشن والطريقة الثالثة اسمها بوزيشن فيكتور بوزيشن ايه بوزيشن فيكتور ايه يا دكتور بقى قصة البوزيشن فيكتور دي وهنتعامل معاها ازاي بص دكتور الصوت بعيد قوي الصوت بعيد طب اعلي صوتي لا بس واضح يعني احسن من الاول حاضر هعلي صوتي شويه يبقى البوزيشن فيكتور البوزيشن فيكتور دوت معناها لاين ما بين تو لوكيشنز البوزيشن فيكتور معناها لاين ما بين تو لوكيشنز يعني لو انا عندي نقطه اسمها A وعندي نقطه اسمها B فاللاين اللي بيوصل ما بينهم اسمه بوزيشن فيكتور هندي له رمز ايه بقى R small vector خلي بالك يبقى ال R small ده مكمل معانا لحد اخر الكورس وكورسات تانية كتير لما اكتب R small يبقى انا بقول ان ده لاين بيربط ما بين مكانين المكان الاولاني هو ال A والمكان التاني هو ال B ممكن يتكتب كده وممكن يتكتب R B backslash A يبقى ليه طريقتين للكتابة ان انا اكتب الستارت بوينت بعديها الاند بوينت او اكتب الاند بوينت باك سلاش الستارت بوينت طب ده بيتحسب ازاي قال البوزيشن فيكتور ده بيساوي لو انا كده كتبت ار اي بي اقول ان هو بيساوي بوزيشن نقطه بي ماينس بوزيشن نقطه اي طب ولو انا عايز اجيب اتجاه الخط ده قال لي يعني اليو قلت له اه قال لي يبقى الار اللي انت جبته كفيكتور تقسمه على الفاليو بتاعته ار بي فيكتور ماجنيتيود ايه ده انا ما قلتش حاجه جديده مش انت قلت لنا يا دكتور ان اليونت فيكتور ده هو اي فيكتور على الفاليو بتاعته اه طيب ما هو الفيكتور بتاعنا اسمه ار لما اقسمه على الفاليو بتاعته يدينا مين
يدينا اليونت فيكتور. يبقى الطريقة الثالثة ان انا اتعامل مع حاجة اسمها ايه؟ اسمها البوزيشن فيكتور. يعني ايه بوزيشن فيكتور؟ يعني خط بيوصل ما بين مكانين. دكتور اتصل فقطع السيجنال بتاعت نت الموبايل، لكن خلاص انا قفلت السكه في وش ديلو. ماشي الحصه النهارده مقرور عليها بصراحه. يلا بينا اكزامبل 2.13. وعلى فكره لو حصل فعلا ديستربنس ممكن احدد لكم ميعاد تاني نعيد فيها نفس الحصه ديت، انا ما عنديش اي مشكله، بس يكون النت اتحسن شويه قبل يوم الخميس الجاي ممكن ندي ميعاد كده نقول يا جماعه اللي كانت عنده مشكله في النت اللي كان الصوت بايظ تعالوا نحضر ايه الوقت ده ونعيد نفس الشيء، ما عنديش مشكله خالص، المهم بس ايه المعلومه توصل لكم كامله باذن الله. مدينا هنا واحد اهو راجل رابط حبل بالحيطه، راجل رابط الحبل بالحيطه وبيشد بفورس، بيقول لي ايه مانشون الراجل انت شايفه ده بيشد بول بيشد حبل بفورس 70 باوند. طبعا كلنا عارفين ان هو لما هيشد نقطه ايه، يعني معنى كده ان السهم بتاعي ازاي، السهم بتاعي كده صح مش ده هو بيشد كده بكام، قال لي بفورس 70 باوند. سيبكم من قصه دي الديونت بتاعه قياس تدرسوها بالتفصيل في الفيزيكس زي النيوتن يعني. طب انت عايز ايه بقى؟ بيقول لي ريبريزنت ذيس فورس اكتنج اون ذا سبورت ايه از كارتيزيان فيكتور اند اتس دايركشن. الناس بقى اللي اتعلمت معانا الترجمه يلا نترجم الترجمه. بصوا كده انا اترجم ازاي، هقول ان الاف ايكوال 70. ايه كمان؟ قال لي ان هو عايز الفورس فيكتور، وايه كمان؟ قال لي عايز الالفا والجاما. طب هتحلها ازاي المساله دي؟ والله يا دكتور انت قلت لنا النهارده ان هو لما يطلب فورس فيكتور انا عندي ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه ان هو يدينا الفا وبيتا وجاما، ده هو طالبهم اصلا ومش معايا الطريقه دي. قلت لي ان الطريقه الثانيه ان هو يديني انجلز مع شادو على الارض، هو هنا مدينا انجلز؟ لا مش مدينا انجلز، يبقى مش فاضل لك غير الطريقه الثالثه. ايه الطريقه الثالثه؟ هي البوزيشن فيكتور. البوزيشن ايه؟ البوزيشن فيكتور. البوزيشن فيكتور دي بتقول لي بص يا سيدي ستيب 1 ستيب 1 فايند كوردينتس، فايند ايه؟ فايند كوردينتس يعني فايند لوكيشن اوف ذا بوينتس اوف ذا بوينتس. طب يلا بينا الاوريجين بتاعنا موجود هنا اهو، عايزين من الاوريجين نمشي نوصل لحد نقطه ايه. قال لي يا دكتور انت لما تمشي من الاوريجين عشان توصل لنقطه ايه انت مشيت 30 على الزد، وصلت؟ اه وصلت. يبقى انت ما مشيتش على الاكس ما مشيتش على الواي ومشيت على الزد بس 30. اللوكيشن ان انا امشي من الاوريجين لحد ما اوصل للبوينت، وزي ما مشيت زي ما اكتب. طب ما يلا بينا نمشي من الاوريجين عشان نوصل لنقطه بي، نمشي ازاي؟ واحد قال لي يا دكتور انا همشي كده على الاكس وبعد كده هطلع على الزد وبعد كده همشي عكس الواي، وصلنا ولا ما وصلناش؟ وصلنا. تعالوا كده تاني، هو بيقول لي ايه؟ تعالوا نعمل براكت بقى، نعمل براكت ونعمل ايه؟ 2 كوم، واللي نمشي نكتب من الاوريجين مشيت مع الاكس 12 مع الاكس يعني بوزيتيف، وبعد كده طلعت على الزد شايفين الحته دي هناك اهي بعدها 6، طلعت مع الزد 6 اجي في خانه الزد واكتب 6، مشيت عكس الواي 8 يبقى ماينس 8. يبقى اول ستيب اعمل ايه؟ اجيب كوردينتس. الستيب الثانيه فايند بوزيشن فيكتور، فايند بوزيشن فيكتور. طب هجيب بوزيشن فيكتور ازاي؟ قال لي هو الفيكتور بتاعك من فين لفين؟ هي تفرق؟ اه تفرق طبعا، من A ل B
غير من بيلي ايه؟ والله يا دكتور السهم بتاع الفورس السبعين ديت كان من نقطة A رايحة لنقطة B، يبقى البوزيشن فيكتور بتاعك هيبقى اسمه، تعالوا كده نكتبه بقى برمز ينفعنا بقى، R من A رايح لبي. طب والR من A رايح لبي ده يتحسب ازاي؟ قال لي ده الكوردينتس بتاعة B ماينس الكوردينتس بتاعة A. معاك؟ اه معايا. يبقى هقول له ان الR A B بتساوي الR B اللي هي 12 وسالب 8 و6 ماينس كام؟ 0 و0 و30. يبقى 12 ماينس 0 وسالب 8 ماينس 0 و6 ماينس ايه؟ ماينس 30، يعني ماينس كام؟ ماينس 24. 6 ماينس 30 يعني ماينس 24. الخطوة الثالثة يبقى رقم 3، قال لي find unit vector. find ايه؟ unit vector. unit vector سهلة جدا. unit vector هيساوي ال r a b كفيكتور على ال r a b كماجنيتيود، يعني هيساوي 12 i ماينس 8 j ماينس 24 k ديفايدد باي كام بقى؟ 12 سكوير 8 سكوير 24 سكوير، كل ده ايه؟ كل ده تحت الايه؟ تحت الروت. طب ده هيدينا كام؟ ده هيدينا 28. يبقى معنى كده ان اليونت فيكتور بتاعك هو 1 على 28 واحد على 28 في 12 كوما سالب 8 سالب 24. الخطوة الثالثة والأخيرة step 3 apply the rule. الرول بيقول ايه بقى؟ الرول بيقول ان الفورس فيكتور بيساوي الفورس فاليو في اليونت فيكتور بتاع الفورس. طب الفورس فيكتور الفورس ماجنيتيود بكام؟ قال لي ب 70، اضربها في اليونت فيكتور، قال لي اللي هو 12 وسالب 8 والسالب 24 مقسوم على 28. لا يا دكتور ايه ده؟ ده في غلطه انت عملتها. قال لي يا دكتور دلوقتي انت جبت اليونت فيكتور بتاع الار، جيت هنا قلت لي ان الفورس فيكتور بتساوي الفورس فيكتور في اليونت فيكتور بتاع الفورس. اقول لك same lines have same direction. same lines have same direction. او بلاش كلمة same lines ديت، ال parallel lines. ال parallel lines have same direction and so same unit vector. ايه الكلام ده؟ دلوقتي لو انا جيت قلت لكم عندي فورس بارلل للاكس، هيبقى اليونت فيكتور بتاعها هو مين؟ هو الاي. يعني انا لو جيت كده رسمت الاكس وجيت حطيت فورس هنا 5 نيوتن وجيت حطيت فورس هنا 3 نيوتن، التو فورسز دول بارلل للاكس، يعني الفورس الاولانيه هي عباره عن 5 في اليونت فيكتور بتاع اللي هو مين؟ اي. طب الفورس الثانيه اللي هي ب 3 نيوتن ديت هتساوي ايه؟ 3 اي برضه. يبقى ديت يونت فيكتور اي ودي يونت فيكتور اي، لان الاثنين مالهم؟ لان الاثنين بارلل لبعض، لان الاثنين مالهم؟ الاثنين بارلل لبعض. طب ما هنا ال 70 ال 70 واللاين اي بي هما نفس اللاين، نفس اللاين يعني نفس اليونت فيكتور، يعني معنى كده ان انا اخذت اليونت فيكتور بتاع البوزيشن حطيته هو نفسه اليونت فيكتور بتاع مين؟ اليونت فيكتور بتاع الفورس. وهنا التركه باستخدام البوزيشن فيكتور. يبقى انا مش طبعا ده الحصه اصلا المحاضره اصلا خلصت فمش هقدر بقى اكمل بعد كده، بس هاجمل اللي انا شرحته لحد دلوقتي، ان انا
الكارتيزيان فيكتور ممكن اجيبه بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه ان انا يبقى معايا الفا وبيتا وجاما او اثنين منهم واجيب الثالثه بالرول. الطريقه الثانيه ان انا يكون معايا شادو, والطريقه الثالثه ان انا يكون معايا ايه, معايا بوزيشن فيكتور. كان عندي اخر بوينت اللي هو ازاي اجيب بروجكشن اوف فورس الونج لاين اند اتس بيربنديكولار كومبوننت. اعتقد ان الوقت ما اسعفناش, ممكن ان شاء الله المحاضره الجايه نبقى ندخلها في ايه, في وسط الكلام بتاعنا او نبدا بيها محاضرتنا. طبعا انا في اخر المحاضره دي بعتذر جدا جدا عن سوء السيجنال اللي والله انا مش طرف فيها. تعالوا نوقف الريكورد وتعالوا نسمع اعتراضاتكم بقى, مش هقول اسئلتكم على الايه, على المحاضره. لحظه كده وقف بس الريكورد من ايه, ونتخانق سوا. يلا بينا.